خسارة ثانية على التوالي، الزمالك يتراجع طواعية وغضب جماهيري مستحق. دون إبداء أسباب، الزمالك يخسر مرة تانية على التوالي والأداء لسه سيء. في مباراة إنبي حمل الجميع اللاعبين مسؤولية الهزيمة، ولكن في مباراة طلائع الجيش الأمر مختلف. تشكيل فيريرا وتغييراته كان عليها أكتر من علامة استفهام، والزمالك في مباراتين بلا أي حلول. وطبعا معظم اللاعبين ما زالوا خارج نطاق الخدمة، وأحيانا بعاد تماما عن تحمل المسؤولية. في المقابل طلائع الجيش مع مدرب قدير رسم الرسمة وطبقها بالحرف، دافع 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 وسجل وارجع تاني دافع دافع دافع. أيوة أنا كده وعجبني كده، أنا طارق العشري. يا اهلا بحضراتكم مره اخرى، حلقه جديده من رقم 10. عاده احب اتكلم عن الفريق الفائز قبل الفريق المهزوم، وبالتالي اتحدث الان عن طلائع الجيش. طلائع الجيش النهارده عمل مباراه دفاعيه كبيره جدا امام نادي الزمالك، كعاده الكابتن طارق العشري ملك الدفاع المنظم في الدوري المصري. لما بقول ملك الدفاع المنظم فما فيش مدرب في الدوري المصري يقدر يعمل الطريقة الدفاعية المحكمة اللي بيعملها طارق العشري قدام أي فريق. من وقت ما كان في حرس الحدود مرورا بأي فريق دربه، طارق العشري أنا بتاع الدفاع، أنا بتاع الدفاع، ما حدش يعرف يخترق دفاعاتي بسهولة. صعب جدا تدخل هدف في الكابتن طارق العشري، زي ما صعب جدا أي فريق بيدربه طارق العشري يجيب أكتر من هدف، نادرا يعني. عشان كده هتلاقي نتائج طلائع الجيش في الدوري السنة تقريبا 6 مباريات فوز بهدف دون رد. فطلائع الجيش النهارده عمل مباراة دفاعية كبيرة جدا، ولما بقول دفاعية كبيرة جدا فعلامة امتياز لفريق طلائع الجيش ولاعيبة طلائع الجيش والمدرب كابتن طارق العشري. هتقول لي الأداء ممل، الأداء ما فيهوش كرة حلوة، ما فيهوش كرة ممتعة أداء طلائع الجيش. هقول لك ما هو سيميوني مع أتلتيكو مدريد عمل أسطورته الكبيرة، طبعا مع الفارق يعني، عمل أسطورته الكبيرة في أوروبا كلها مش في أسبانيا بس بطريقة دفاعية مملة. مورينيو عمل أسطورته بطريقة دفاعية مملة. كتير من مدربين العالم بيلعبوا دفاع، كل مدربين إيطاليا بيلعبوا بطريقة دفاعية. فالطريقة الدفاعية دي مش طريقة سهلة، مش إنك ترصص لعيبة وخلاص. بالمناسبة فكرة إنه حتى لما كان الناس بتهزر عالميا يعني على المدربين الكبار اللي أنا ذكرت أسمائهم دول، يقول لك أصله عمل الأتوبيس، عمل الباص قدام حارس المرمى وقفل الدنيا وقفل الدفاع، ده شغل تكتيكي صعب جدا. انك ازاي ترحل اللاعبين كلهم كمجموعه يدافعوا من الناحيه اليمين، كمجموعه يدافعوا ناحيه الشمال، ازاي في الكرات العرضيه يبقى في عندك اكتر من عنصر جوه منطقه الجزاء، ازاي في الارتداد يبقى عندك لعيبه تقدر تضغط من ربعك الاول او من التلت الاول في دفاعك. في تفاصيل تكتيكيه وفنيه كثيره وكبيره هنتكلم فيها مع ضيوفنا النهارده. عشان كده طلائع الجيش النهارده نجح نجاح باهر امام نادي الزمالك. طيب نجح نجاح بقى ليه امام نادي الزمالك؟ عشان الحاجات اللي انا قلتها دي كلها من ناحيه نادي طلائع الجيش. الناحيه الثانيه نادي الزمالك كان للمباراه الثانيه على التوالي سيء. فريق نادي الزمالك للمباراه الثانيه على التوالي سيء. لما بقول سيء بقول سيء ليه؟ سيء على حجم الفرص المصنوعه قليله، على حجم الفرص المحققه قليله. كان على المباراه دي ومباراه انبي فرص قليله، يعني ما تقدرش تقول انه الزمالك خسر النهارده لسوء حظه. ما اقدرش اقول ان الزمالك خسر مباراه انبي لسوء حظه، يعني حتى ما تقدرش تدي المبرر للاعبي وجهاز نادي الزمالك بسوء الحظ او مثلا بخطا تحكيمي فادح خلى الزمالك يخسر مثلا في المباراتين. ده ما حصلش، وبالتالي الزمالك النهارده كان سيء زي المباراه الماضيه. بس المباراه الماضيه تحدثنا عن، او شخصيا يعني تحدثت انه المسؤوليه كانت كامله عند اللاعبين. لاعبي نادي الزمالك كانوا في مستوى غير جيد، كانوا في مستوى متراجع. كل اللاعبين حتى زيزو بن شرقي في مباراه انبي كانوا مش جيدين، لكن مباراه النهارده يتحمل جزء كبير منها جوزفالدو فيريرا. تشكيل اساسي غريب، تشكيل اساسي غريب. اللي يخليك تبدا بعبد الله جمعه واشرف بن شرقي
موجود. ايه اللي يخليك النهارده ما تدفعش اصلا باسلام جابر اللي كنت بتدفع بيه كتير؟ ايه اللي يخليك تدفع محمد اوناجم اللي انت اصلا ما بتلعبوش منذ ما بقيت مدرب لنادي الزمالك غير تقريبا دقائق على ما اتذكر، يعني دقائق وباقي المباريات كان بيستبعد تماما اصلا. ايه اللي يخليك تلاعب ايمن حفني في وسط الملعب وانت بتلعب 4-3-3؟ يبقى المفروض عنده ادوار دفاعيه وهجوميه وانت لسه في الدقيقه تقريبا 56. يعني افهم انك تاخد المخاطره بايمن حفني اللي مش هتكلم انه جاهز بدنيا ولا لا، مش هتكلم انه هو اضافه ولا لا، كل ده اكيد المدرب عارف انه بدنيا جاهز ولا لا، هو المدرب اللي عارف. لكن 4-3-3 الطريقه اللي بيلعب بيها جوزفالدو فيريرا محتاجه لاعب الوسط اللي هو لاعب رقم 8 ده يكون بيعمل ادوار دفاعيه وهجوميه كثيره جدا. فتغيير ايمن حفني كانت غريبه. النهارده حمزه المسلوسي قبل ما يصاب ما قدمش اداء كبير. حازم امام لما نزل شويه كان افضل. زيزو يعني هو الافضل يمكن في الزمالك النهارده مع امام عاشور، الباقي كله مش كويس. لكن لما تيجي تبص على لعيبه طلائع الجيش النهارده كلهم نجوم، النهارده كلهم رائعين، النهارده كلهم بيلعبوا بروح، النهارده كلهم بيلعبوا حماس، النهارده بيدوا كل مجهودهم، عشان كده ما تحسش انه كان فيه فرص خطيره كتير لنادي الزمالك، نادرا يعني تقول فرص تشتم رائحه الخطوره، بس مش خطر قوي يعني. ما تقولش الزمالك النهارده اتظلم مثلا تحكيميا، ما تقولش الزمالك النهارده ما كانش محظوظ، لا، طلع الجيش عمل مباراه كبيره واستحق الفوز، والزمالك بيخسر للمباراه الثانيه بمستوى هزيل، يعني ما تقدرش تدي مباريات اي مباريات لنادي الزمالك والمستوى اللي بيقدمه. معانا عبر الهاتف واحد من نجوم طلائع الجيش النهارده، واحد من نجوم طلائع الجيش عاده، واحد من الاسماء المهمه جدا في فريق طلائع الجيش، كابتن علي الفيل. كابتن علي مليون مبروك النهارده، فوز عن كل استحقاق وجداره. مرحب بيك يا كابتن كريم. الحمد لله طبعا على الاداء النهارده والنتيجه. احنا نحمد ربنا طبعا، ماتش مهم وماتش كبير، نقلنا نقله النادي طلائع الجيش كان يستحقها. ربنا كلل تعبنا ومجهودنا الفتره اللي فاتت، بقينا في مركز كويس صحيح، ودلوقتي احنا حطينا لنفسنا تارجت وهدف ان احنا ان شاء الله باذن الله ليه ما نبقاش رابع وننافس ونطلق ونبقى قدام فرق، وخصوصا ان احنا لسه واخدين بطوله سوبر واخدينها من النادي الاهلي، فليه لا؟ واحنا ماتشاتنا كلها اللي فاتت يعني شايف الاداء والنتيجه، والكابتن طارق بامانه الراجل ده تعب معانا الفتره اللي فاتت دي كلها وحفظنا، واحنا النهارده نازلين حتى في النظام وسيستم اللعب نازلين عارفين الزمالك بيلعب ازاي وهنقفل ازاي وهنخطف ازاي. الكابتن عامل سيناريو للماتش، فاحنا نازلين حافظين. وكان توفيق ربنا طبعا قبل كل ده كان معانا الحمد لله. انا حسيت النهارده تقريبا باللي انت قلته ده كله، ان كل حاجه، حتى انا قلت الكلام ده في المقدمه النهارده، كل حاجه مرسومه. يعني كابتن طارق العشري معاكم النهارده كانت كل حاجه مرسومه واتطبقت بالحرف، مفيش حاجه. يعني الاداء الدفاعي اداء منظم مش اداء دفاعي وخلاص، عشان بعض الناس تعيب كثيرا على كابتن طارق العشري والفرقه اللي بيدربها كابتن طارق العشري او حتى طلائع الجيش دلوقتي على الاداء الدفاعي، بس الاداء الدفاعي ده مش حاجه سهله، الاداء الدفاعي ده حاجه صعبه جدا وتكتيكان في منتهى الصعوبه، لو مش منظم هيبقى فيه اخطاء كبيره جدا، وده اللي شفته النهارده يا كابتن علي. والله يا كابتن احنا بنلعب بسيستم، كابتن طارق حاطط نظام في الفرقه، واحنا النهارده يا كابتن لو انت بصيت في الماتش الفرص هتلاقي اغلب الفرص الخطيره هي كانت لينا، مش ان احنا بندافع ان احنا، لا احنا كلنا بندافع وبنقفل لا احنا النهارده انت لو بصيت يا كابتن في الماتش هتلاقي لا في الجيش ليه فرصتين وثلاثه واربعه ان هو لا، ده انا هترجم لك الكلام اللي انت بتقوله دوت بقى رقميا. النهارده طلائع الجيش راح بالكوره على الجون او سدد الكوره على الجون 4 مرات، منهم 3 بين الثلاث خشبات. نادي الزمالك 16 كورة منهم 3 بين الثلاث خشبات، فأنت لو بنتكلم يعني على عدد الفرص الحقيقية فأنتوا متساويين مع نادي الزمالك النهارده. بالظبط بالظبط، هو الكابتن حاطط سيناريو وحاطط سيستم ان احنا هنضغط امتى ونقفل امتى وهنهاجم امتى وهنخطف امتى كمان، يعني احنا الكابتن محفظنا كل حاجة ومحفظنا ان الزمالك طريقة لعبه بيلعب على الأطراف أكتر الوقت، فاحنا النهارده الكابتن كان قافل الأطراف بزولا والسيسي وكان من تحتهم السنتر باك انا او الزناري، والناحيه الثانيه كان ناصف ومهند، فكان في نظام لعب ونظام في الطريقه للضغط. فالحمد لله طبعا ربنا كلم تعبنا في الفتره اللي فاتت والفتره دي بالثلاثه بونت النهارده، وربنا يكرم ان شاء الله والفتره اللي جايه نبقى في مكان ثاني نستحقه. ايه اللحظه اللي في المباراه قلقت فيها؟ يعني حسيت ان المباراه ممكن بتغييرات معينه حصلت من نادي الزمالك، بلعيبه عندك مثلا وقعت بدنيا، ايه اللحظه اللي انت قلقت فيها وقلت كده المباراه ممكن تتصعب؟ انا في اخر الشوط الاول، يعني هو الزمالك لما ضغط كده في اخر الوقت
هي دي كانت اخطر يعني اخطر وقت في المباراه بالنسبه للزمالك. انا في الفترات اللي هي بعد كده او قبل كده انا ما كنتش حاسس بضغط كبير يعني في الماتش. انا الفتره دي اللي هو في اخر الشوط الاول كان في ضغط علينا كبير وكده، عشان كده احنا كنت بكلم مثلا انا والزناري، كنا بكلم مهند والسيسي وجابر، لا نمسك كوره، نتقل، نباصي، نضيع اللي هو الوقت اللي الزمالك فيه مستحوذ، نضيعه بالاستحواذ، احنا نستحوذ احنا على الكوره، نهدي الريتم عشان احنا حاطين نظام وطريقة لعب احنا بنلعب عليه. بس والحمد لله كان ربنا موفقنا قبل كل ده ان احنا النهارده ربنا يكرمنا وناخد الثلاثة بونت من نادي الزمالك، واحنا عارفين نادي الزمالك في الفترة دي مضغوط لان هو بيلعب على بطولة الدوري. صحيح. خسران الماتش اللي فات، فاحنا كنا بنلعب برضو على النقطة دي. صحيح. ان هو بيلعب مضغوط وكان مستعجل المكسب، احنا طول ما الماتش 0-0 مع الوقت هو كده كده هيفتح، واللي حصل بالفعل الشوط الثاني مع تغييرات الكابتن طارق اللي هو نزل الصباحي ونزل شحاته، الملعب فتح ففي مساحات، فاحنا استغلينا الفرصه دي بتاعت فيكتور وجبناها جول، ربنا كرمنا بالماتش يعني الحمد لله عرفنا نطلع بيه. صحيح. كابتن الكبير كابتن علي الفيل لاعب نادي طلاع الجيش، انا بهنيك ومليون مبروك الفوز النهارده وبشكرك شكرا جزيلا، فوز كان مستحق على نادي الزمالك اليوم. عايز بس اقف عند نقطه مهمه قبل ما اروح لمباراه كانت مثيره جدا النهارده ايضا في الدوري الممتاز. الزمالك ايوه عنده مشكله في موضوع القيد، ايوه عنده مشكله ونقص عدد في القائمه بشكل عام، ده موجود، ده حقيقي يعني، ده مش مبرر وخلاص عشان الخساره، ده موجود. بس خلونا منطقيين وعمليين، الزمالك عنده 11 لاعب كانوا موجودين في الملعب النهارده معظمهم دوليين، عنده لاعبين كانوا موجودين على الدكه النهارده معظمهم دوليين، عنده غايب النهارده طارق حامد وشيكابالا ومحمد عبد الشافي وثلاث لاعبين كبار لما يرجعوا كمان يزودوا القائمه. زي ما بيقولوا كده ايه، المدرب بره ما عندوش تنوع كبير في العناصر بس عنده عناصر، يعني ممكن يبقى عايز مثلا يعني يطبق طريقه معينه فما يلاقيش للطريقه دي عناصر متاحه، بس عنده عناصر ممكن تطبق اكتر من طريقه اخرى. فده شغل المدير الفني، ده شغل فيريرا المدرب اللي احنا مقتنعين كلنا انه مدرب كبير ورائع، وانا ضد فكره ابدا بسرعه الهدم في الراجل، هو لسه ما كملش حبه فلسه هينظم الامور ولسه الامور هتتصلح معاه، وانا شخصيا اثق في فيريرا انه مدرب كبير ويقدر يلم الدنيا. فمش من المفترض انه يحصل بسرعه انتقاد لفيريرا، بس النهارده مباراه مش موفقه من فيريرا وقائمه نادي الزمالك تتحمل اللعب دلوقتي، خاصه ان الزمالك مش موجود في بطوله افريقيا، خاصه ان الزمالك في الفتره الحاليه بيلعب في الدوري بس، فعنده مساحه من اللاعبين اللي يقدر يخليهم يشتغلوا احسن من كده. ولو بنتكلم النهارده على 11 لاعب من نادي الزمالك موجودين في ارض الملعب بالتغييرات قدام 11 لاعب موجودين في نادي طلائع الجيش بالتغييرات، فعلى المستوى الاسماء واللعب الدولي والتاريخ فأكيد لعيبة نادي الزمالك لها أفضلية على لعيبة نادي طلائع الجيش. عشان دايما بس الجملة أحيانا الجملة بتبقى كليشيهية، في مشكلة، طبعا أنت مدرب عندك أكتر من عنصر وعندك تنوع في القايمة بترتاح أكتر، بس اللي موجودين في نادي الزمالك ما يخلوهمش يخسروا مباراتين على التوالي في الدوري. قدام إنبي وقدام طلائع الجيش. مع كامل الاحترام يعني. في الدوري الإنجليزي الممتاز ليفربول فاز على ساوثهامبتون 2-1 عشان يخلي الجولة الأخيرة في الدوري الإنجليزي يوم الأحد القادم نارية. مانشستر سيتي أمام أستون فيلا، ليفربول أمام ولفرهامبتون، مباراتين في منتهى القوة. الوضع إيه دلوقتي؟ بنكرر تاني، الوضع في الدوري الإنجليزي إيه؟ الفرق بين ليفربول ومانشستر سيتي نقطة واحدة. ليفربول يكسب مباراة ولفرهامبتون والسيتي يتعادل أو يخسر من أستون فيلا، ليفربول بطل الدوري الإنجليزي. كسب مانشستر سيتي أستون فيلا يبقى مش هيبص على نتيجة ليفربول وولفرهامبتون ويبقى هو بطل الدوري الانجليزي. النهارده يورجن كلوب خد ريسك كبير جدا بس ريسك منطقي، ريسك محسوب، لعب النهارده بتسع لاعبين ما كانوش موجودين في مباراه تشيلسي في كاس الاتحاد الانجليزي، تسع لاعبين كانوا من الدكه، الامور كانت صعبه تلعب برضه مباراه في الدوري الانجليزي. ساوثهامبتون فريق مش هين يعني، ساوثهامبتون تقدم اولا فالامور المفروض تتازم اكتر، المفروض تتازم اكتر. قدر بعد كده مينامينو اللي تقريبا ايه، هو بالفعل شارك في 10 مباريات هذا الموسم بمجموع 86 دقيقه، يعني تقريبا بيشارك بمعدل 8 دقائق في المباراه الواحده هذا الموسم، سجل هدف ليفربول بطريقه رائعه، الهدف الاول ليفربول في الدقيقه 27، وبعد كده
ماتيب المتألق جدا، المدافع المتألق جدا ليفربول هذا الموسم، سجل الهدف الثاني برأسيه رائعه جدا في الدقيقه 67 عشان يفوز ليفربول بمباراه تحفظ حظوظه في الفوز بالدوري الانجليزي حتى الجوله الاخيره، وان كانت الامور بالتاكيد صعبه وصعبه جدا. يا رب ان شاء الله يوم الاحد محمد صلاح يفرح ويشيل لقب الدوري الانجليزي. طيب الوضع ايه بقى بالنسبه لمصر المقاصه؟ زي ما قلت لكم مصر المقاصه بيشتغل في ظروف صعبه جدا هذا الموسم، في ظروف صعبه جدا، وبيحاول النتائج تتراجع كثيرا، يحاول يتنفس مره اخرى في انتصار زي اللي عمله النهارده قدام الجونه. الوضع ايه؟ طموح الفريق ايه؟ هيقدر يلحق نفسه ولا لا؟ وزي ما قلت لكم من شويه انه الفريق اللي يقدر يعمل انتصارين ثلاثه كده ورا بعض ممكن يفوق وممكن يبعد عن المنطقه الخطر زي ما الاسماعيلي بيعمل دلوقتي. فمصر المقاصة بيتحرك ازاي الفتره اللي جايه؟ طموحه ايه الفتره اللي جايه؟ نسمع مع واحد من الناس المهمين جدا، الاسماء الكبيره جدا في الكره المصريه بشكل عام والمهمين جدا مع نادي مصر المقاصة، الكابتن وليد هويدي المشرف على الكره بنادي مصر المقاصة. يا فندم صباح الخير، مشرف ومنور. صباح الخير يا استاذ كريم، تحياتي لحضرتك وللساده المشاهدين، وبشكر حضرتك طبعا على المقدمه. اهلا بحضرتك محترم. انت عارف ظروفنا يمكن سابي مش هنرجع لتالت، ده تالت موسم احنا بندير في ازمه استاذ كريم في الفتره اللي فاتت ديت، بندير في ازمه مصر مقصه مشي. بعد ما مشيت مصر مقصه كان عندنا عقود، انت عارف ان العقود ديت. طب كابتن وليد بعد اذنك الصوت بعيد شويه بس من فضلك. يعني كابتن وليد الشركات ولا اتفضل الصوت بعيد بس شويه كابتن وليد لو تسمع. اتفضل كابتن وليد معايا لسه؟ كابتن وليد هودي لسه سامعني؟ طيب نرجع تاني، نرجع له تاني يتحدث عن ظروف مصر المقاصة منذ ثلاثة مواسم، وبالفعل مصر المقاصة يعاني ظروفا صعبة جدا. رغم بقى ايه ان مصر المقاصة ده كان مشروع كروي زي ما كنت بتكلم على فيوتشر من شوية، مشروع كروي محترم جدا، فريق يعمل انجازات، وصل مره مع الكابتن ايهاب جلال انه يبقى وصيف الدوري الممتاز، كان مشواره رائع جدا منذ صعوده للدوري الممتاز، كل المسابقات او كل البطولات اللي لعبت في الدوري الممتاز كان بيبقى ليه مركز جيد، بيعمل مباريات كبيره، بيطلع لعيبه رائعه وعنده تسويق رائع جدا، ازاي بيطلع لعيبه كويسه ويقدر يبيع باسعار كبيره جدا ويجيب لعيبه غيرها ويبدا يسوقهم مره اخرى، فكان نادي استثماري رائع ومثالي. مثالي في الامور الاستثماريه دي، ان انت جاي او داخل مش بتنافس، بس انت بتطلع نجوم تبيعهم تاخد فلوس تجيب نجوم تانية، او تطلع لعيبه صغيره تاني تخليهم نجوم تبيعهم تاخد فلوس. فكانت الامور ماشيه بشكل رائع لحد ما حصل شويه لخبطه اداريه فتراجع مصر المقص. معنا مره اخرى الكابتن وليد هويدي المشرف العام على الكره بنادي مصر المقص. اتفضل يا كابتن وليد. تحيه حضرتك طبعا والساده المشاهدين. طبعا انت عارف حضرتك احنا بقالنا ثالث موسم لنا في اداره الازمه اللي احنا طبعا بنمر بيها. انت ساعه ما مشيت مصر المقاصه كانت سايبه لنا عقود ب 78 مليون جنيه اول سنه، ثاني سنه 53 مليون جنيه. انت عارف ان تعاقدات اللاعبين بتبقى ممتده مثلا عده سنوات يا كابتن كريم. طبعا بالاضافه ان انت فجاه هم مشوا، ما عندكش انت اي طبعا اي موارد، ويمكن مصر كلها عارفه ان احنا في بنيجي في نهايه الموسم بنبيع لاعبين عشان نسدد بعض الديون، او بننهي مثلا ارتباطات مع بعض اللاعبين بتنازلات وكده ايا كان. احنا بقول لحضرتك احنا بنشتغل بظروف غير طبيعيه. صح تمام؟ صح. وبعدين ما حدش طبعا يعني انت عارف برضه احنا مش من الانديه دي المدعومه يعني. فبالتالي دايرين ازمتنا بنفسنا واحنا اضرب بظروف فرقتنا وشغالين بالانسب وليس الافضل طوال الثلاث مواسم دول يا كابتن كريم. الانسب وليس يعني الافضل. الانسب لظروفنا وليس الافضل يعني فاهمني حضرتك يعني انت اصلا يعني انت الظروف اللي بتحكم فيك يعني. فانت من وجهه نظرك بتشتغل بالانسب للظروف يعني. النهارده فوز مهم جدا على الجونه، فوز كان محتاجه مصر المقاصه بفتره طويله طبعاً. بلا انتصارات والامور كانت صعبه. يعني طبعا طبعا لان عايز اقول لحضرتك حاجه، احنا اتعلمنا درس السنه اللي فاتت يا كابتن كريم ان فعلا في بعض اللعيبه مش كل اللعيبه، في لعيبه محترمه جدا، في بعض اللعيبه لا يعني
يعني قالوا باصلهم معانا يعني، فاللي بس حقهم في الاول وفي الاخر، لكن في ناس محترمه يعني بحيي طبعا. يعني ايه يا كابتن وليد؟ عملوا ايه يعني؟ لا يعني هم اصلا كانوا بيختاروا مشاكل، وكان هم اللي كانوا بيديروا ازمات. المهم ان احنا ما علينا، وعملوا شكاوى والحمد لله رب العالمين، في الاخر اعتذروا وتنازلوا واتكلوا على الله، لكن الحمد لله رب العالمين الامور عدت على سلام. ده اللي اعطاني درس يا كابتن كريم، ان انا ما اخليش حد له عندي فلوس من اللعيبه التانيين، اشتغل على قد امكانياتي. لان فعلا بالفعل انا ما ارضاش على نفسي ان في حد يبقى يعني يشتكيك بتاع الكلام ده كله، وانا وحاجات مش مسؤولياتي، مش انا اللي اتعاقدت. حاجات حضرتك تم التعاقد فيها ايام ما كان فيه شركه راعيه، تمام؟ لكن فاشتغلت في حدود امكانياتي يا كابتن كريم. طيب حدود امكانياتي الماديه، عشان كده بقول لحضرتك انا اشتغلت بالانسب وليس الافضل، الانسب لامكانياتي. يعني زي ما الفيفا بتقول معاك 10 مليون تشتغل قد 10 مليون. صح. انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، الحمد لله بفضل الله اللعيبه وصلها 40% من مستحقاتها. عظيم. لما بيحصل عندي ضربات بس من تاخر بعض فلوس الرعايه وكده، وانا طبعا بشكر طبعا يعني شركه برزنتيشن واقفه معايا واقفه كويسه جدا والله بصراحه. انا يعني من خلالك انا بشكرهم، ولولا برزنتيشن يمكن اعتبر هم اللي عارف اللي هو التنفس الصناعي، هم التنفس الصناعي بتاعي. صحيح. طيب بالمناسبه كابتن وليد، اكبر عقد عندك دعم يعني الحته ديت بصراحه، وان هم مش معصرين معانا يعني. طيب بالمناسبه اكبر عقد عندك في الفرقه قد ايه دلوقتي؟ عشان احنا عارفين يعني انه عقود دلوقتي يعني اللاعبين في الدوري المصري اكبر عقد يعني هو بص حتى كبير، من 600 ل 800 الف جنيه مثلا. اكبر حاجه يعني. ده في انديه في الدرجه الثانيه بتدفع اكتر يعني اقول لك على حاجه، انا مجموع العقود بتاعتي كلها في حدود 17 مليون جنيه كابتن كريم. ده في لعيبه بتاخد في السنه الرقم ده او اكتر شويه. ما انا بقول حتى 17 كله يعني، حضرتك دي ما يجوش في مثلا نص لاعب في احد الانديه. يعني بص بالبلدي كده انت داخل يعني 128 مع ما احدث العربي يعني، او بلغتنا ان انا مثلا داخل عركب نبوت صوت كلاشن كوف يعني. والله يا كابتن وليد انا دايما بتكلم والله من اول الموسم على كده، ان مصر المقاصه تقريبا بيلعب في ظروف مستحيله، خاصه ان انت اللي جنبك كمان كل الانديه بقت تصرف كويس، وكل الانديه بتدعم كويس، فانت بتشتغل في ظروف صعبه جدا. فاي ثلاث نقط انت بتجمعهم في الدوري السنه دي، ثلاث نقط غاليين جدا. انا عايز اقول لحضرتك على حاجه برضه، يمكن بعد ما الكابتن تامر مشي يعني كتير اتكلموا على تدريب، احنا قلنا اللي يناسبنا هم مدربين ولاد النادي، ونشتغل ونعتمد على قطاع الناشئين وعلى اللاعبين الخبرات اللي موجوده، وبالاضافه لقطاع الناشئين، لان لا يحكي جلدك مثل ظفرك يا كابتن كريم، ومحدش كان هيقف معانا الا ولاد النادي. صحيح. والحق ان شاء الله باذن الله يا رب ان شاء الله ربنا يوفقهم. وعايز اقول لحضرتك على حاجه، احنا يعني شايلين عنهم اي ضغوط، احنا بنشتغل في اي ظروف مش طبيعيه، لكن احنا باذن الله رب العالمين برضه عندنا طموح وعندنا امل. هيل. بس احنا عايشين ماتش بماتش يعني، دي مرحله وعدت بتاع مباراه النهارده، بنأدي الماتش اللي جاي، لان يعني مش هينفعنا ان احنا نعيش مباراه مباراه ومش باصين للنتائج الاخرين ولا موقعنا في المركز. احنا بنحاول يا رب ربنا يكرمنا من المباراه الاخرى ونعدينا السنه دي يعني. الحمد لله انا برضو انا كسبانين القضيه بتاعت الشركه، شركه المقاصه ب 64 مليون جنيه، وتم الاستئناف عليها والحمد لله كسبناها. صحيح. تمام. صحيح. لكن طبعا بقى في شغل المحامين بقى، طعن في دستوريه قانون اللي هو قانون مركز التسويه والتحكيم. طب انا اروح فين؟ ما انا اصلا القانون بيحتم عليا اللجوء لمركز التسويه والتحكيم، انا كنادي رياضي. ما ينفعش ان انا اروح يعني المحاكم العاديه. هم يعني شغل محامين بقى ليه تعطيل يعني، فاهمني حضرتك؟ صحيح. كابتن كبير، ربنا يكرمنا ان شاء الله. ديت اكيد هي اللي يعني هترجع النادي برضه. وخلي بال سيادتك لما تحصل ال 64 مش هي، احنا سددنا الديون فوق ال 100 وحاجه. لا هو اللي بيحصل دلوقتي في مصر المقاصه، واللي بيعمله مصر المقاصه هذا الموسم هو كله استثنائي في كل شيء. الكابتن الكبير كابتن وليد هويدي المشرف على الكره بنادي مصر المقاصه، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله. طيب نروح لاخبارنا النهارده. الاتحاد الافريقي لكره القدم خلاص
أعلن بشكل رسمي إقامة نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 30 مايو الجاري الساعة 9 مساء على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء كما هو كان متوقعا. طيب هتقولي بقى إيه بيان النادي الأهلي على طول النهاردة؟ بيان النادي الأهلي اللي هو من 6 نقاط، نقاط في منتهى الأهمية. النادي الأهلي طلب 6 طلبات هقوله لكم. ده كان في اجتماع لجنة الأزمة برئاسة كابتن محمود خطيب النهاردة. أولا المطالبة بتحديد المعايير الخاصة بإقامة المباراة النهائية لدوري الأبطال، منها تحديد ساعة الاستاد التي ستقام عليه المباراة، تخصيص نسبة 50% من هذه الساعة لجماهير النادي الأهلي، وأن النادي سوف يقوم بسداد كامل قيمة التذاكر من كل الفئات والدرجات بما فيها المقصورة الرئيسية المخصصة للأهلي وجماهيره، وذلك وفقا لأسعار التذاكر التي ينتظر النادي إبلاغه بها من قبل الكاف بشكل عاجل. ثانيا المطالبة بضرورة أن تقتصر المدرجات المخصصة للنادي الأهلي اللي هي نصف ساعة الاستاد على جماهيره فقط، وأن يقوم كاف بالتأكيد والإلزام للجهات المسؤولة عن تأمين وتنظيم المباراة بذلك. ياريت، أتمنى. ثالثا المطالبة بتوفير التأمين الكامل لسلامة كافة عناصر اللعبة لبعثة الأهلي وجماهيره التي سوف تصاحب الفريق طوال الرحلة، والتأكيد على قيام الجهة المنظمة للمباراة بتطبيق الإجراءات المنصوص عليها في لوائح الاتحادين الأفريقي والدولي، والتي تمنع أي تأثيرات على أداء كافة اللاعبين داخل الملعب. رابعا المطالبة بالتأكيد على حصول جماهير النادي الأهلي على تأشيرات السفر وبعدد نصف ساعة الاستاد التي ستقام عليه المباراة، والأخذ في الحسبان ضيق الوقت والرد على النادي بشأن كل طلباته السابقة خلال 72 ساعة على الأكثر. خامسا المطالبة بإسناد إدارة المباراة لطاقم تحكيم من أكفأ حكام القارة، وألا يكون من بين هذا الطاقم من تسبب أدائه من قبل في أي أزمة أو احتجاج في مسابقات كاف المختلفة. بكاري جسامة تحديدا عشان كان لسه عنده شكوى لبيه. الأهلي مش عايز بكاري جسامة، وده ما يقدرش النادي الأهلي يقوله صراحة. سادسا المطالبة بضرورة الاستعانة بطاقم تقنية الفار من أوروبا أسوة بما تم في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، لاسيما أن الفائز من هذه المباراة سوف يمثل القارة الأفريقية في بطولة العالم للأندية. ده بتاعي أنا ده بقى. فاكرين؟ أنا كنت قلت لحضراتكم يوم ما أعلن الكاف تقريبا من أسبوع أو من أكتر من أسبوع، ممكن من 10 أيام، وقت أن أعلن الكاف أن المغرب ستستضيف المباراة، قلت مباشرة أن النادي الأهلي لابد أن يطالب بحكام فار أوروبيين زي ما حصل في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم. أنا مش فارق لي حكم الساحة، أنا فارق لي اللي قاعد على الفار. لو اللي قاعد على الفار حيادي مش هقلق من الحكم اللي في أرض الملعب، لو اللي قاعد على الفار مش حيادي هقلق من حكم الساحة وهقلق منه. ففكرة انه الاهلي يطالب بهذا الطلب ولو الكاف حققه فده هيبقى مطلب عادل جدا ونجاح كبير للنادي الاهلي لو قدر ياخد هذا الامر، ونجاح لنادي الوداد. ما هو الحكم لما يبقى اوروبي في او حكم اجنبي في الفار مع الاهلي وعلى الوداد، هو انت الحكم الاجنبي ده مش جايبه للاهلي، انت جايبه للاهلي والوداد بس نضمن عدالة كاملة، بما أن الأهلي لم يحصل على العدالة الكاملة فيما يخص ملعب المباراة. طيب واحد بقى من المدربين الكبار جدا في الدوري الممتاز مع أي فريق ناجح، مع أي فريق له بصمة، مع أي فريق له بصمة وسريعة، عادة أي مدرب يقول لك سيبني فترة كده شوية لحد ما أخد على الفريق. لا، هو أول ما بيلمس الفريق، أول ما تحط رجله في أي ملعب لأي فريق جديد هيبقى مدرب كبير وبيحقق نتائج كبيرة بصراحة شديدة. سموحة مع الكابتن أحمد سامي كان ماشي بشكل كويس وشكل ناجح، وناس كتيرة سألت سموحة ما بعد الكابتن أحمد سامي هيبقى الوضع إيه؟ الوضع بقى أفضل كمان هجوميا، ما أفضل كمان تكتيكيا، بقى أداء رائع جدا مع مدير فني قدير هو الكابتن الكبير كابتن عبد الحميد بسيوني. يا كابتن عبد الحميد بحييك على المستوى والنتائج والأداء السريع المبهر كالعادة. حبيبي حبيبي يا كريم، يمكن يعني أنا بشكرك طبعا على كلامك الطيب الجميل، وأنت أهل كل جميل وكل طيب. شكرا. يا كريم والله شكرا. شكرا ربنا يوفقك.
يا رب يخليك. يعني هقعد اقول لك انت من احب الناس لقلبي، انت تعلم ذلك يا رب يخليك، تعلم ذلك. القلوب عند بعضها يا كابتن عبد الحميد. اتمنى لك دايما التميز والتفوق، واحد من الناس المتميزين جدا في كل شيء. اشكرك يا كابتن. انا بتمنى لك دايما يا رب يخليك سموح. بشكرك بجد يا رب على كلامك الطيب. حقك 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 بصراحه. واحنا بنتفرج على المباريات بتاعت سموحه الاداء كمان، يعني انت مش بس مستلم فريق ماشي كان ماشي بشكل معقول، لا نتائج كبيره وسكور كبير واداء هجومي واداء جريء واداء ممتع. ايه اللي عملته في سموحه الفتره القليله ديت عشان تخلي كمان الاداء اللي كان منظم جدا بصراحه شديده مع الكابتن احمد سامي يبقى كمان ممتع معاك يا كابتن عبد الحميد؟ الحمد لله والشكر لله. يمكن بقول يعني انا بشكر طبعا مجلس اداره نادي سموحه المحترم الداعم ليا واللي دايما كل يوم في التدريبات معايا. بشكر مجموعه اللعيبه والجهاز الفني اللي بيتعبوا معايا وبيشتغلوا. يمكن احنا طبعا اشتغلنا من اول لحظه زي ما انا قلت لحضرتك من بعد مباراه بيراميدز على طول بدانا شغلنا، واللعيبه للامانه عشان عندها عقليات متميزه وامكانيات فنيه عاليه اشتغلوا معايا على طول. الحمد لله يمكن احنا قابلنا فرقتين كبار جدا وجامدين جدا وعندهم جماهيريه عظيمه سواء كان الاتحاد السكندري او النادي المصري. يمكن الحمد لله والشكر لله المكسب بس مش هو اللي بيبسطك، لا ده الاداء اللي كان بيحصل في ارض الملعب كله كان اداء على مستوى عالي. يمكن من خلال حضرتك برضو بشكر اللعيبه على اللي على تعبها وعلى مجهودها اللي توجته بفوزين متتاليين، واتمنى ان شاء الله استمراريتهم على هذا الاداء بحيث ان احنا نحقق نتائج متميزه ونحافظ على وجودنا في المربع الذهبي، وخاصه ان المنافسه شديده جدا جدا بين الانديه كلها. موقف الانديه كلها صعب، كل الانديه بتحاول انها تقاتل في كل مباراه. صحيح. فالفوز بالنقطه بيبقى صعب فما بالك بالثلاث نقاط. صحيح. فبتمنى ان شاء الله ان احنا نستمر ونكمل المسيره. طيب. اللي بداناها من الدور الثاني. انت كان عندك مباراتين في منتهى الصعوبه ورا بعض، فريقين جماهيريه كبيره جدا، فريقين كبار، فريقين ماشيين بشكل معقول في الدوري السنه دي سواء الاتحاد السكندري او المصري البورسعيدي. الاتحاد بتعمل سكور كبير وتحسم المباراه كمان بدري بدري، المصري سجلت هدفين وكان ممكن تسجل اكتر، ضيق المصري صحيح الفارق بس كان واضح ان سموحه هيكسب المباراه. مباراتين في منتهى الصعوبه، ازاي اشتغلت عليهم وازاي قدرت كمان تخلصهم بشكل مرتاح؟ يمكن من حظي ان انا كنت قابلت نادي الاتحاد قبل المباراه دي بحوالي 10 ايام مع نادي غزل المحله. حفظت الشغل كويس، اتكلمت مع اللعيبه وحفظتهم ادوارهم كويس. يمكن الاتحاد في مباراتنا كان بيهاجم بخمس لاعبين، الخماس الامامي لما كان بيفقد الكوره كانت المرتدات بتاعتنا كانت سريعه، وخاصه ان احنا عندنا عناصر بتتميز بالسرعه والمهاره، فبالتالي كانوا بيجدوا المساحات الكافيه انهم يقدروا يوصلوا. والتوفيق اللي كان معانا في المباراه من ربنا سبحانه وتعالى في تسجيل الاهداف وتوقيتها كان مهم جدا ومتميز. وطلبت من اللعيبه انها ما ترجعش ابدا عن اللي هي بتشتغل وبتعمله بحيث ان احنا نفضل دايما ضاغطين على الاتحاد في الاماكن الاماميه الخلفيه بتاعته، بحيث ان حتى على الاقل لو حاولت ان انا قدرت اقطع الكور دايما فهكون في الثلث الاخير لنادي الاتحاد، وده اتعمل كويس جدا وقدرنا فوق الخمس اهداف، ان كان في اكتر من ثلاث اربع اهداف اخرى كانوا نقدر نسجلهم انما تم انقاذهم. يعني مباراة المصري نفس الحال، فريق المصري الموقف بتاعه كان صعب، محتاج ان هو يهاجمك ويضغط عليك من فوق، فبالتالي دايما لما فرقه بتبدا خطوطها مفتوحه وبتهاجم بصوره مفتوحه المساحات اللي بتبقى موجوده احنا بنقدر نشتغل عليها كويس، العناصر بتشتغل بترتيبات معينه وتنظيمات معينه عشان يبقى في جماعيه في الاداء، وانت شفت الحمد لله الاهداف اللي جت كلها متنوعه وكلها فيها جماعيه. حتى الهجمه المرتده اللي احنا عملناها من الهاني سليمان في مباراه المصري طبعا متمرنين عليها كويس جدا. الهانة على طول عملها الصديق، صديق لمسه واحده الحمدي اللي تكمل من تحت، لان دايما انا بطلب من الديفندرين سواء كان حمدي او كناريا انهم يكملوا. الراجل كمل في مكان متميز جدا وقدر يسجل هدف متميز. بقول لحضرتك الحمد لله والشكر، احنا بنعتمد على
اللعب الجماعي بتختار التكتيك المناسب للفريق بتاعك بحيث ان يبقى عنده حريه من الحركه والابداع، يعني انت بتدي له مساحه، يعني انت بتدي له الخطوط وبتدي له اللي هو الشغل التكتيك اللي هو يبقى مرتاح فيه في الملعب، في نفس الوقت بتدي له حريه من الابداع، الحاجه اللي هي ايه؟ لا مركزيه بقى، الحاجات اللي هو مميز فيها اللاعب نفسه. صحيح. فبيقوم يديك بكامل طاقته ب 100% فبيوصل الاداء بالصوره المتميزه دي اللي بتمنى ان شاء الله باذن الله استمراريتها لكل ما هو قادم. طيب. وبقول ان احنا الفرقتين اللي احنا كسبناهم فرقتين من العيار الثقيل. طبعا. وطبعا مفيش مباراه في الدوري يا كابتن كريم سهله. صحيح. كل المباريات صعبه. طيب كابتن عبد الحميد انا عايز اسالك على حاجه في منتهى الاهميه. انا التقيت حضرتك اكتر من مره وتحدثنا كثيرا عن منتخب مصر وقت كارلوس كيروش. وتحديدا مروان حمدي حضرتك من الناس اللي كنت تتحدث عنه ايجابيا في وقت الناس كانت تتحدث عنه سلبيا وانت على مقعد المحلل. لكن الان وانت مدرب مروان حمدي وشفنا مروان حمدي متالق مع حضرتك جدا، ايه المميزات اللي انت شفتها في مروان حمدي عن قرب؟ اقول لك حاجه كابتن كريم، يمكن وانا كنت بتكلم عندك انا كنت بتكلم من الرؤيه الشخصيه ليا كمهاجم. صحيح. انما لما قربت من مروان فوجئت ان عنده امكانيات كبيره جدا سواء على المستوى الفني او على المستوى القتالي. المستوى القتالي نفسه انت بتبقى محتاج لعيب بدرجه مقاتل. ومروان من اللعيبه اللي بتقاتل في داخل الملعب، كل كوره بيستحوذ عليها. محطه جيده جدا جدا لزمايله. حتى على المستوى الفني عنده فنيات عاليه جدا، شفته في ماتش الاتحاد وهو بيعدي من اثنين وثلاثه وبيشتغل ويطلع زمايله بسهوله، الكره اللي بتتحط له في المساحه بيتحرك عليها كويس ورجله على الجون وامكانياته على الجون كويسه جدا. لا مروان حمدي من المهاجمين المتميزين اللي يستاهل مكان اساسي في المنتخب الوطني. وانا بقولها عن قناعه وبقولها بعيد عن ان انا مدربه. يعني انا كنت بقول الكلام ده وانا مع حضرتك. صح. وفي الاستوديو بعيد عن مروان، لا ده انا باكده وانا موجود مع مروان وبشتغل معاه. واحد من الفراوده المتميزين جدا جدا في المهاجمين المصريين، واتمنى ظهوره دايما بهذه الصوره المتميزه. واتمنى ان يكون له مكان مع الكابتن ايهاب في الفتره القادمه ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن الكبير كابتن عبد الحميد بسيونيا المدير الفني لفريق سموحه، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله. طيب نكمل مع النادي الاهلي. النقطه بتاعت الفار دي نقطه مهمه جدا، حكام اجانب هم اللي يبقوا متواجدين على الفار في مباراه النهائي الافريقي زي ما حصل في نهائي دوري او عفوا في تصفيات كاس العالم، تصفيات افريقيا المؤهله لكاس العالم. في نقطه كمان مهمة والأهلي لمح ليها ودي نقطة مهمة جدا للجماهير، وأنا عرفت معلوماتي يعني من النادي الأهلي، النادي الأهلي هيسهل على الجماهير موضوع تذاكر السفر والتأشيرات والإقامة وهيساعد بشكل مباشر كل الجماهير الراغبة، وهيعلن على ده خلال الأيام القليلة القادمة عشان خلاص مفيش وقت، هيعلن عن ده ممكن يبقى خلال ساعات كمان مش أيام، هيعلن عن ده وهيقول ازاي الناس ممكن تسافر، الجماهير ازاي ممكن تسافر بتسهيلات، عشان طبعا الاجراءات اجراءات التاشيره طبعا ممكن تاخد وقت، اجراءات السفر ممكن تاخد وقت، تذاكر الطيران ممكن النادي الاهلي يشوف شركات تقدر تطلع اسعار مخفضه مقسطه، يعني هيبقى في حلول والنادي الاهلي يتحدث عن هذا الامر منذ ايام، منذ بالمناسبه قبل ما النادي الاهلي يعلن انه سيوافق انه يلعب في المغرب كان النادي الاهلي بيجهز لده، كان الاهلي بيجهز في ده في الغرف المغلقة ازاي يضمن سفر اكبر عدد من جماهيره لمساندة الفريق في هذه المباراة، عشان كده يعني اللي عايز يسافر هيسافر غالبا من جماهير النادي الاهلي. النهاردة كمان لجنة إدارة الأزمة برئاسة الكابتن محمود الخطيب قامت بإرسال خطابات للاتحادات الوطنية للاعبي النادي الاهلي المحترفين علي معلول واليو ديانج وميكيسوني وبيرسي تاو اللي تم استدعائهم للانضمام الى منتخبات بلادهم، وابلغهم بان النادي الاهلي في حاجه الى جهودهم لانه مرتبط باداء مباراه رسميه امام الوداد في نهائي دوري ابطال افريقيا يوم 30 مايو الجاري وفقا لما جاء على الحسابات الرسميه للكاف. كمان كابتن محمود الخطيب كلف كابتن سعد عبد الحفيظ مدير الكرة وكابتن سمير عدلي المدير الإداري بالسفر إلى المغرب خلال الأيام القليلة القادمة للقيام بكافة الترتيبات الخاصة ببعثة النادي
الأهلي قبل موعد المباراة النهائية. ده فيما يخص التجهيز لهذه المواجهة وإجراءات طبيعية إنه الكابتن سمير عدلي والكابتن سيد حفيظ يسافروا إلى المغرب عشان يرتبوا كافة الأمور بخصوص هذا الأمر. كمان مباراة البنك الأهلي النهاردة خلاص هتتلعب. النادي الأهلي أعلن قائمته لهذه المواجهة. المواجهة تقام في 9:00 مساء إن شاء الله في الجولة 19 من الدوري الممتاز. قائمة النادي الأهلي كالتالي: محمد الشناوي ورامي ربيعة ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف وحسين الشحات وعلي لطفي وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وعلي معلول وبيرسي تاو ومحمد عبد المنعم وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ومحمد هاني ومصطفى شوبير وأحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا ومحمد خليفة نصير وزياد طارق. وأبرز غيابات النادي الأهلي وأزمة النادي الأهلي في مباراة الغد: غياب ثلاثي الوسط عمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي بجانب المدافع ياسر إبراهيم ولويس ميكيسوني بسبب الإصابة، بالإضافة إلى استمرار غياب الثنائي حسام حسن ومحمد محمود لأسباب فنية. وأنا مستغرب استبعاد محمد محمود في غياب ثلاثي الوسط حمدي فتحي وعمرو السولية وأليو ديانج، بس أكيد في وجهة نظر للجهاز الفني. غالبا رامي ربيعة هيلعب في هذه المباراة وسط ملعب زي ما ختم المباراة الماضية، هيبقى موجود في وسط الملعب في هذه المباراة اللي مش سهلة. البنك الأهلي مش فريق سهل والأهلي هيواجه صعوبات. الأهلي دايما نقطة قوته في ثلاثي الوسط ده حمدي فتحي أليو ديانج عمرو السولية أو اتنين منهم، التلاتة غايبين هيبقى عنده شوية مشاكل الأهلي بكرة ما تستغربهاش. بس الأهلي قادر مع المجموعة اللي بتلعب حاليا إنه يحقق الفوز زي ما البنك الأهلي يقدر يخطف فوز من النادي الأهلي أو على الأقل نتيجة إيجابية بالتعادل. اتحاد الكرة أرسل خطابا رسميا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم يؤكد فيه انتهاء مسابقة الدوري المصري الممتاز يوم 30 أغسطس المقبل. وجاء خطاب اتحاد الكرة إلى فيفا بعدما أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة جدول مواعيد مباريات الدوري المصري كاملا على أن تنتهي المسابقة يوم 30 أغسطس المقبل إن شاء الله. طبعا الحاجات دي بنقول فيها إن شاء الله وبنقدم المشيئة إن شاء الله. اتحاد الكرة أوفد الأستاذ شعبان بسطاوي مدير العلاقات العامة بالاتحاد المصري إلى ملاوي لترتيب معسكر المنتخب الوطني استعدادا لمباراته أمام أثيوبيا على ملعب بنوجو الوطني يوم 9 يونيو المقبل في الجولة الثانية بالتصفيات الأفريقية أو تصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023. طيب عندنا النهاردة كلام كتير وكلام مهم مع ضيف عزيز، ضيف مهم، ضيف من الضيوف اللي احنا نحترمها جدا ونقدرها جدا. قبل ما اروح للضيف هطلب بس من مخرجنا العزيز يجيب لنا الجون بتاع الاتحاد التاني النهارده في فيوتشر، الجون الحلو قوي بتاع بواتينج جاب جون حلو قوي، جون تاني حلو قوي. هنروح بيه الفاصل ومن الفاصل هنستقبل كابتن كبير اراؤه رائعه، واحد من الاسماء الكبيره في تاريخ الكره المصريه وبالتاكيد النادي الاهلي كمهاجم تقيل قوي، مدرب محترم جدا من الاسماء المحترمه جدا. هنستقبله بعد الفاصل عشان نتكلم معاه عن الاهلي، نتكلم معاه عن الزمالك النهارده بكل تاكيد، هنتكلم معاه عن منتخب مصر والكابتن ايهاب جلال، وبالتاكيد هنتكلم معاه عن الدوري الانجليزي عشان هو كمان كلامه في الكره الاوروبيه كلام حلو. معانا الكابتن الكبير كابتن احمد كشري، نشوف هدف بوتينج، نطلع لفاصل ونستقبل الكابتن احمد كشري. يا اهلا بحضراتكم مره اخرى، زي ما قلت لكم كده قبل الفاصل، هو مهاجم كان مهاجم رائع جدا ومهاجم كبير، ودايما اتحدث عن اللي ما شافش الكابتن الكبير احمد كشري ما شافش مهاجم تقيل جدا. يعني الكابتن احمد كشري في وقت جيله كان مليان نجوم ومليان مواهب وكان منور الدنيا. تخيل لو الكابتن احمد كشري بالموهبه دي موجود في الجيل الحالي كان بقى مهاجم منتخب مصر الاول بالراحه، يعني على مهله. يعني كمدرب هو مدرب كبير له بصمه جيده مع اي فريق اشتغل معاه، ورغم كده دايما غايب عننا وما اعرفش غايب عننا ليه. الكابتن الكبير كابتن احمد كشري مشرف ومنور، دايما بسعد بتواجدك حبيبي يا كريم. انا اللي سعيد ان انا معاك، ويعني اشكرك على الكلام الجميل ده. اقل من حقك، ودايما بجد مبسوط وانا معاك يا حبيبي. انا اسعد، بس انا رميت حته كده وفي المقدمه ليه بتغيب؟ ليه بتختفي؟ يعني انا افهم اللي بيغيب ده صاحب التجربه الغير جيده او الغير ناجحه مع النادي الفلاني فيعني يغيب شويه، او اللي مثلا عامل مشكله في نادي فيقول لك لا ده بيعمل مشاكل،
او مثلا اللي بيلعب كره وحشه، كل ده ما كانش موجود في كل التجارب اللي انت اشتغلت فيها. ليه بقى بتغيب دايما؟ يعني بتقعد فتره تغيب، تظهر شويه، تنجح، تغيب تاني، ليه؟ والله انا ذات نفسي مش عارف. دايما لما حد بيشرفني بقعد اسال نفسي السؤال ده. انا ساعات بقعد اسال نفسي برضه في ايه. يعني بمسك تجارب صعبه جدا وبقبل التحدي والحمد لله يعني نجحت مع فرق في ظروف صعبه جدا. ما مسكتش قبل كده فريق عنده امكانيات اللي موجوده في كل فرق الدوري، بل بالعكس دايما الفرق اللي بتجيلي بتبقى يعني اقل الامكانيات في الدوري، ظروفها صعبة. ومع ذلك يعني ربنا الحمد لله كان بيوفقني. وبعد كده تلاقي الامور مش عارف يعني مش قادر اقول العيب فين. وفعلا انا عمري ما كان في مشكله بيني وبين مجلس اداره او بيني وبين جماهير، ولا رغم ان انا دايما امسك انديه جماهيريه صح وبنجح معاهم. يعني اسوان والانديه اللي مسكتها قبل كده كانت انديه جماهيريه والحمد لله مصر التعدين، وحتى الانتاج الحربي التجربه اللي كانت شبه مستحيله خلتها يعني فيها النفس. احنا لاخر ماتش يا كريم صح يعني اخر ماتش انت مسكت الانتاج الحربي، واحنا من اول الموسم بنقول الانتاج الحربي هبط، وبعد كده الناس كلها بتقول يعني انا شفت في الاستوديوهات يعني المحللين بيقولوا ازاي طيب يعني بتبودوا بعض، اقول ازاي. انا مره سمعت يعني كابتن ايمن يونس وبيتكلم على الفرقه، قال لهم يا جدعان حد يجيب لي عقل ازاي الفرقه دي ممكن تكون بتصارع، دي بتلعب كوره ما بيلعبهاش الفرق المقدمه واستحواذ بتاعهم وبتكسب فرق. لكن ان شاء الله خير. انا يعني يمكن جالي الفتره اللي فاتت حاجات بس جات لي معظمها بره مصر، يعني الحاجات الكبيره يعني جالي في المغرب فرقتين في المغرب، وما حبيتش ابعد عن هنا، قلت يمكن الامور في فتره جايه ان شاء الله. خايف تبعد عن الصوره، اللي دايما اللي بيبعد عن الصوره شويه بيتنسي او ما بيتشافش اللي بيطلع بره مصر. فحبيت ان انا ابقى موجود، ويعني كان اسمي موجود في انديه كبيره في الفتره اللي فاتت، مترشح في انديه، لكن طبعا كل النادي بيدور من وجهه نظره على الاصلح له، ربنا يوفقهم، لكن ان شاء الله هتيجي. بس اتمنى الناس يعني لما تيجي تقيم التجارب، ايوه ما تاخدش يعني بالسمع. للاسف احنا عندنا هنا الزن على الودان يعني زي ما بيقولوا. بتلاقي الانديه احيانا اللي هي بتيجي عايزه اجيب مدرب لعبت قدامنا او قدام فرقتي وقدمنا قدامها مباراه كبيره وممكن ابقى كسبتهم وهم اكبر مني، فرقه اكبر صح. مني، وتلاقي يعني ما اعرفش يمكن يكون ما مثلا مش عارف اقول لك، انا نفسي مش عارف ايه. ممكن اقولها لك بطريقه تانية، قولها. مش حاسس ان انت مقصر؟ مقصر في العلاقات العامه، مقصر مع الوكلاء، مقصر مع رؤساء الانديه، مقصر يعني انت دلوقتي قلت الزن على الوداء، الناس اللي بتتكلم، الناس اللي بتعرض نفسها، الناس اللي بتقول يا جماعه انا موجود ما تنسونيش، مقصر شويه. اصل العلاقات العامه دي مش حاجه عيب، يعني انك تقول يا جماعه انا موجود او تبقى في عندك وكيل بيشتغل بهذه الطريقه ده برده مش عيب. اكبر مدربين في العالم بيتعرضوا على انديه وبيتقال ده يدرب وده يدرب وبيعرضوا نفسهم. حاسس انك مقصر في الحته دي؟ مش شاطر فيها مثلا؟ والله مش عارف، يمكن انا بالعكس يعني كلهم بيكلموني الوكلاء كلهم الكبار، علاقتي بيهم طيبه. ما تسمعش كلام مثلا؟ ممكن اوضحها. طب وضح لي. ما تسمعش الكلام الوكيل يعني اوكي تعالى هخليك تدرب فرقه بس يعني مشي لي الاثنين ثلاثه لعيبه دول خليهم يلعبوا ويشتغلوا معاك، يعني معروف ده المعروف في الماركت. بص يعني كريم، اول حاجه انا لما بمسك نادي يعني دي مسؤوليه وانا عايز انجح صح. ولو الوكيل هيعرض عليا لعيب كويس لعيب كويس هيفيدني عمر ما طبعا ما هقول له لا طبعا. لكن لو هيعرض عليا لعيب مش هيفيدني اول حاجه دي امانه صح. تاني حاجه دي يعني لو انا ما رعيتش ضميري مع النادي اللي انا ماسكه يبقى عمر ربنا ما يكرمني، حتى لو التجربه دي هترضي وكيلي صح. انا برد على كلامه، لكن في الاخر لا يعني اعتقد يعني ان الناس الوكلاء اللي موجوده في مصر مجموعه ليهم اساميهم وعلاقتهم كويسه باللعيبه اللي موجوده في الدوري. ويعني لحد دلوقتي اقول لك حاجه، انا ما فيش وكيل جاب لي نادي لحد دلوقتي. شوف انا بقالي دلوقتي 14 سنه بدرب لحد النهارده يعني ما فيش وكيل جاب لي نادي.
يعني تخيل انت بقى الانديه بيجي لك رئيس نادي يكلمك، رئيس نادي بيكلمني عن طريق مثلا لا يعني ممكن يخلي حد يكلمني لكن ما بيبقاش مدير كوره مثلا، مدير نادي عضو مجلس اداره يعني ده اللي بيحصل معظمه. لكن لحد الان انا بقول لك ما فيش وكيل جاب لي نادي يعني كل تجاربي من اول ما مسكت منتخب جيبوتي طب مش غريبه شويه؟ هي فرصه انا افتح معاك الموضوع رغم ان كان في مواضيع كتيره كمان، مش غريبه شويه عبليه الروتيشن اللي دايما ضيقه عندنا؟ يعني مثلا ايه، تلاقي مدرب بيدرب فريق سين يروح فريق صاد، فالمدرب اللي كان في فريق صاد ده هو اللي يروح فريق سين. ايوه ويفضل ونفضل نلف في دايره اسماء معينه، رغم ان في اسماء مش كابتن احمد كشري بس في اسماء ممكن تبقى في الماركت قاعده يعني ما بتشتغلش، ما عندهاش فرق، وانا كنادي طب ما ممكن اجرب مدرب من اللي موجودين دول يبقى احسن لي. ليه دايما بتبقى العمليه محكومه على 10 12 مدرب بالكتير؟ بص انا هقول لك حاجه كريم، تكملة لكلامك عشان بس أكون صريح معاك، يعني في بعض المدربين لما الوكيل بيجيبه الوكيل بيسيطر عليه كليا وبيسيطر على النادي، دي يعني أنا ما تعملش مع حد، وأنا مش هقول أنا مش من النوع ده خالص، لكن أنا النهاردة لما تتعامل معايا وهجيب لعيب كويس أو أنا هطلب لعيب أنت يعني دي عادي يعني ده في العالم كله، فممكن يكون بعض المدربين بتتحرك لان هي ملهاش راي في الكلام ده، ملهاش راي وبتبص بعد كده مع اللونج تايم بيبان ان الفرقه بتاعته ما بتكملش يعني. صحيح. دي حاجه. الحاجه الثانيه اللي بيحصل، طبعا كلهم مدربين محترمين واخواتي واصدقائي، لكن في حاجه غريبه شويه، تلاقي المدرب ممكن ما يكونش ناجح مع الفرقه اللي ماسكها، فجأة راح فرقة أكبر بكتير. أكبر بكتير. طب إيه اللي وداه أكبر بكتير؟ هو ده اللي إحنا بنتكلم فيه. المعايير. المعايير. المعايير الاختيار دي. المعايير. صح. لكن حتى مش أنا اللي بتكلم ده الشارع المصري كله بيتكلم يعني. أصله معلش مع كامل الاحترام يا كابتن أحمد، إحنا ولا مش بنتكلم دلوقتي على أسماء. إحنا بنتكلم على حاجة في مصلحة الكورة بشكل عام، ولا الكابتن أحمد كشري تحديدًا. إحنا بنتكلم في مصلحة الكورة بشكل عام، والدليل إن رابطة الأندية مع اتحاد الكورة خدوا قرار انه مفيش مدرب في الدوري المصري تحديدا من الدور الثاني يروح لفرقه لو انتهى عقده بالتراضي او اقيل او استقال، ما ينفعش يروح لفرقه تانية خلاص، انت عندك ليك فرقه واحده بس. ايه رايك في القرار ده الاول؟ لا قرار كويس جدا. كويس يعني، بس هو ناقصه حاجه يعني الموسم الجديد برضو حطوا شروط على الانديه عشان ممكن النادي يمشي مدرب يبقى ماشي معاه كويس يعني تعصف. عشان ما يظلمش المدرب صح، ويبقى في للنادي برضو وجهه نظري اتنين مدربين خلال الموسم. لو انت اقلت الاتنين مدربين دول اللي انت بتجيبهم من بره يبقى مالكش حق انك تجيب مدرب تالت من بره، جيب بقى من عندك من قطاع من ناديك. متهيألي دي هتبقى فير شويه. صح. لكن برضه والعقود بتاعت المدربين دي تبقى موجوده في اتحاد الكوره، عشان لو حضرتك مثلا انت متعاقد مع نادي في اول الموسم، فالنادي دوت سحب منهم قال لك لا انا همشيه عشان اجيب واحد غيره، اديني بقى عادي لنهايه الموسم وانا اقعد في البيت يعني مثلا يعني. والله الامور الاداريه دي مهمه اتحاد الكوره يظبطها. طبعا يعني. واحنا النهارده يعني اتحاد الكوره ما شاء الله وفي الرابطه بتاعت الانديه حاجه ممتازه صح، وطلع قرارات جميله جدا يعني اعتقد ان الامور كمان معاهم الفتره الجايه اكيد هيحطوا ضوابط للحاجات دي حاجات يعني انا شايفها ان هي في مصلحه الكره المصريه ولقوا في تطور وشايفوا ان هم باصين للتجارب الاوروبيه بره، وبدا ان النهارده يبقى في قرارات كويسه جدا، بدا يبقى في عوده الجماهير، بدا يبقى في حاجه كويسه قوي. صح. دي حاجه. الحاجه اللي كنا بنتكلم فيها يعني المدرب، انا برضو هقول حاجه يعني فضل. المدرب بيبقى محتاج ادوات، بيبقى محتاج امكانيات، بيبقى محتاج حاجات تساعده، ولو ما عندوش الحاجات دي بيعاني. لكن برضو هو بيعاني بيبان قدامك هو مدرب ولا لا. صح. بيبان في ادارته للمباريات، بيبان وهو بيلعب مع تفاصيل الفرق، بيبان في اسلوب فرقته. طبعا الكلام ده مهم. في ناس طبعا فرصهم كانت سهله، او بمعنى اصح خدوا انديه كبيره وتالقوا معاها، بس الفرقه بتساعدهم يعني في فرق بتساعد مدربين، ودي يمكن برضو واضحه في كام فرقه في الدوري يعني بنشوف مدربين معاه فرقه معاه تيم تقيل، اي حاجه يعملها معاه يعني اعتقد ان هي هتبان، وفي فرق تانية عايزه شغل غير طبيعي وعايزه المدرب يبقى يعني كل حاجه يعني في فرق محتاج تبقى طبيب نفسي ومحتاج تبقى يعني شخصيتك قوية معاهم، محتاج تبقى بتشتغل تكتيك عالي وبتشتغل معاهم بدني وبتشتغل معاهم خطط كل حاجة. دي أنا يمكن ما جاتليش لحد النهاردة تجربة سهلة.
ولا تجربة ولا نادي إمكانياته المادية كانت عالية. يعني حتى يعني الأندية اللي مسكتها أندية محترمة جدا جدا وحاولوا وعملوا أقصى ما يعني. مثلا أسوان إحنا كنا بنشتغل في ظروف صعبة جدا يعني، مش عايز أقول لك يعني يعني الناس كانت بتجيب لي للعيبة الفلوس إزاي يعني، كانت بتتعب وما زالوا، ولما يصعدوا برضو هيبقى عندهم نفس المشكلة لأن ما عندهمش دخل للنادي كبير. طب. وفي أندية تانية عندها الإمكانيات اللي بتساعدها. طب. فنتمنى يعني يبقى معايير الاختيارات تبقى في محلها. صحيح. بس لكن ربنا يوفق الجميع، وأنا شايف أن الدوري المصري مع دخول مدربين جداد في آخر سنتين ثلاثة في الدوري، لا شكل الدوري يعني أنا شايفه متحس. أفضل. بدأت تحدث. النهاردة طلع الجيش مباراة كبيرة أمام نادي الزمالك، مباراة دفاعية كبيرة أمام نادي الزمالك، مباراة دفاعية على طريقة الكابتن طارق العاشر، راجل عنده أسلوب واضح وبيمشي عليه بالورقة والقلم. النهاردة عمل أسلوب اللي كان عايزه، عارف يلعب على هجمات المرتدة بشكل كويس وفاز على الزمالك بهدف دون رد. شفت المباراة دي إزاي؟ بص هي طبعا كابتن طارق العاشر ليه اسلوب معروف يعني ما بيغيروش. صحيح. هو هيعمل تكتل دفاعي من قبل ما تبدا الماتش، انت عارف ان هو من قبل ما يبدا الماتش بيبقى عامل التكتل الدفاعي بالظبط. هو ليه اسلوبه. صح. ودي طريقته، وفي مدربين على مستوى العالم بتحب الطريقه دي وناجح، وطبعا قدر ان هو يكسب عايز. المباراه ودي حاجه كويسه، وبيلعب نادي الزمالك فطبيعي ان هو هيبقى بيدافع، لكن هو انت عارف هو اسلوبه، فالنهارده قدر ياخد اللي هو عايزه من المباراه وفي الاخر اشتغل جيم دفاعي. المباراه طبعا نادي الزمالك انا مش هخفي عليك يعني، نادي الزمالك بقاله كذا ماتش مش في المستوى. صح. ما فيش شكل للفرقه واضح. ما فيش اسلوب، طريقه هجوميه يعني. انا شايف النهارده مثلا واحد زي طارق حامد ده لعيب رقم 6. تخيل طارق لما يبقى مش موجود فرقه الزمالك حتى ما بيبقاش ليها شكل هجومي واضح، لان طارق هو اللي بينزل يستلم وبيلاعب الفرقه وبيبدا بيبصم على كل كوره. فطارق حامد بيفرق مع الزمالك بيفرق. صح. كتير بيفرق كتير جدا. صح. بجانب ان النهارده يعني انا شايف في التشكيل حاجات كتيره متغيره. ايوه النهارده مثلا عبد الله جمعه بادئ بيه، عبد الله بقاله كتير وبتلعبه من ناحيه الشمال. والمسلوسي بيلعب ربنا يشفيه طبعا من الاصابه اللي جات له، اتمنى تكون بسيطه، لكن حازم امام هجوميا افضل منه. تلاقي زيزو بيلعب طرف يمين بعد شويه بقى في قلب الملعب وشويه يروح تاني هناك. يعني تغييرات كتيره في الفرقه. لعبت النهارده ونجم وهو مثلا ما شفتوش من زمان لدرجه. صح. ان انا كنت متخيل ان هو مش في نادي الزمالك يعني. يعني ايمن حفني كمان ايمن حفني بعيد، التغييره كمان مبكره يعني في الدقيقه 56 بتلعبه في نص الملعب، وايمن بقاله فتره ما بيلعبش وبدنيا مش جاهز ولياقه المباراه مش عنده ومديله بدري. صح. فلا حاجات كتيره قوي في الجيم مش ما كانتش على مستوى المباراه يعني، اداره المباراه ما طبعا ما كانتش جيده خالص. بيدي لعيبه ما بتلعبش بقالها كتير في مباراه عارف ان هي هتبقى مخنوقه، مباراه هتبقى صعبه. لا انا شايف النهارده يعني اللوم الاكبر النهارده او يعني انا شايف اداره المباراه هي اللي خسرت نادي الزمالك المباراه، بجانب ان نادي الزمالك ملهوش اسلوب يعني شكل واضح. يعني ممكن تغير لعيبه، ممكن تغير 3 4 لعيبه 5 لعيبه، بس ليك اسلوب. صحيح. لو بن شرقي مش في الجيم مش هتحس ان انت عندك حد بيعرف يخترق، لو زيزو مش موجود هيبقى في فجوه كبيره جدا في نادي الزمالك، طارق حامد مش موجود النهارده انت مش قادر تسيطر على المباراه بالشكل الايجابي يعني. ممكن تكون في سيطره لكن سيطره كلها يعني سلبيه. يعني واقف قدام ال 18 عامل زحمه قدام لكن ما فيش شكل، ما فيش اسلوب لنادي الزمالك. ليه الزمالك عنده دايما مشكله دفاعيه يا كابتن عبد؟ يعني انت بتتكلم دلوقتي في رباعي تقريبا، رباعي دولي تقريبا يعني. فتوح، الونش، محمود علي لما كان بيلعب، حتى محمد عبد الغني النهارده، حمزه المسلوسي هو اصلا ظهير ايمن منتخب تونسي. فانت بتتكلم في خط دفاع على الورق بالكتابه كده، ده من اربع خط دفاع من رباعي المفروض قوي جدا، ليه دايما في ثغرات واحيانا بتبقى ثغرات ساذجه في دفاع نادي الزمالك؟ اول حاجه لان نص ملعب نادي الزمالك اللي بيدافع فيه قليلين، طارق حامد اللي بيدافع وامام عاشور لما بيبقى موجود. لو بتحط اوباما في نص الملعب او اي لعيب تاني بتلاقيه بيفكر في الجانب الهجومي على الجانب الدفاعي، فالكره لما بتترد من هجوم نادي الزمالك ما فيش سرعات برضو كبيره في خط ظهر الزمالك. انا عشان اكون من محمود علاء او
عبد الغني الاثنين اقل سرعه من احيانا بعض الفراوده اللي بتبقى موجوده، رغم ان هم لعيبه مميزين ولعيبه كبيره. لكن كمان مستوى اللي فيه فتوح في الفتره دي مش عاجبني. فتوح انا حاسس ان هو بقاله فتره مش في مستواه، يعني مستوى قليل، ما بيدافعش، ما بيتمركزش كويس في الدفاع، هجوميا ما بيعملش اللي كان بيعمله في فتره اللي لعب فيها مع المنتخب. فانت النهارده لما الجانب الشمال عندك مش شغال، والناحيه اليمين المسلوسي ما عندوش طرق هجوميه وما عندوش جراءه هجوميه، بيقف وعنده يعني مشاكل دفاعيه، وعنده مشاكل دفاعيه في الحاجات الواحد ضد واحد. فبالتالي انت عندك مشكله يعني واضحه جدا لاي فرقه، اي فريق بيجي يلعب مع الزمالك لازم يدرس نادي الزمالك كويس، فبيشتغل على الاخطاء اللي عنده او على الثغرات اللي عنده. فتلاقي الفرق بتتكتل ورا وبتلعب المرتدات على اللعيب السريع وبتكمل ورا الكوره، فبتعمل جبهه على نادي الزمالك او خطوره على نادي الزمالك. يعني النهارده طلائع الجيش مثلا فرصه قليله، بس الفرص اللي راح بيها كانت مؤكده، ودي مش من المباراه دي، من المباريات اللي فاتت. فنادي الزمالك محتاج يراجع اللعيبه، تراجع نفسها. لا طيب الهجوم كمان يا كابتن احمد، سيف الجزيري او عمر السعيد، عمر السعيد يبدا اساسي ما بيأديش، سيف الجزيري ينزل دكه ما بيأديش، يعني ما بيأديش اقصد بيها انه ما بيترجم، ما مش قوه هجوميه كبيره لنادي الزمالك. ايه رايك في الاثنين بالمناسبه؟ وهل الزمالك محتاج يغير طريقه لعبه عشان ما يعتمدش اصلا على الاثنين، ولا لازم خلاص يعتمد على واحد فيهم؟ الحقيقه يعني انت بتتكلم يعني كلام، عمر السعيد لما بيعمل مباراه كويسه ما بيمشيش على نفس المستوى. كذلك سيف الجزيري، سيف عنده مشكله، لعيب كويس جدا بس عنده مشكله، هو تفكيره رقم واحد انه هو ياخد ضربه جزاء. دي مش من قبل ما يجي نادي الزمالك، مش من نادي الزمالك، دايما لما بيستلم جوه ال 18 بيفكر ان هو يغلط المدافع، ان هو ياخد منه خطا، صح. ما بيفكرش يلعب على الجون اكتر ما بيفكر ان هو يقع وياخد ضربه جزاء. كل كوره بتجيله، لو انت متابع جيد لسيف الجزيري وركز معاه، هتلاقي دي بتقلله. يعني في مواقف ممكن يلف ويجيب جون، تلاقيه ان هو عايز ياخد فيها ضربه جزاء او عايز يعمل احتكاك مع اللاعب. انا مش بقول كده عشان مثلا انا راجل مثلا اهلاوي، لا، انا لعبت قدامه وهو في نادي المقاولين، لعبت قدامه وهو في طنطا، هو بارع في دي، هو مميز فيه حتى مع منتخب تونس. فمش مركز على الجون. عمر السعيد لعيب عايز كوره عرضيه كتير، الفرق اللي بتلعب الزمالك كلها بتتكتل، فمش كل ما تبقاش مستك الوحيده في حاجه واحده، انك تبقى مهاجم بس عايز تلعب كره العرضيه، لازم يبقى تنزل شويه تلعب مع زمايلك، تلف وتشوط، تحاول ان انت تعمل المراوغه واحد ضد واحد. انا ما بشوفش الحاجات دي. يعني سيف الجزيري في السرعات مش سريع، يعني ما عندوش سرعات، فما بيحاولش ان هو في مواقف بتجيله لعيب واحد ضد واحد ما بيعديش. عايز زي ما بقول لك يشتغل في مساحه ضيقه قوي، عايز يخلي المدافع اللي معاه يغلط. انا شايف وجهه نظر للامانه، يعني الزمالك محتاج لعيبه تكون على مستوى نادي الزمالك. انا يعني اظنني بقول كده، بس انا في لعيبه مش مقتنع بيهم انهم يلعبوا في نادي الزمالك. انا بتفرج على نادي الزمالك ونادي الزمالك نادي كبير، والمفروض ان يبقى عنده لعيبه على قد، يعني شوف النهارده زيزو ما حدش يقدر يتكلم، راجل بيقاتل وبيدافع وبيهاجم ويشوط. زيزو في المباراه بيخرج شايط له 3 4 شوط لو هو ما جابش جول. صح، انت لو بصيت على مباراه النهارده والمباراه اللي قبلها حتى كل مباريات الزمالك هتلاقي اثنين هم اكتر اثنين بيأدوا في الزمالك، زيزو وامام عاشور. طب ليه؟ وباقي فين اوباما؟ فين اوباما؟ لو انت الكوره مش مطوعاك فين روحك؟ صح، فين بتأدي ايه اللي انت خرجت بيه من المباراه؟ صحيح. فين اللعيبه الثانيه اللي في الملعب مثلا؟ انت بص تلاقي كل ماتش ممكن يخش لعيبه، مثلا اسلام جابر بيخش بيلعب مع الزمالك كتير، برضو انا ما حسيتش باسلام في نادي الزمالك في اي موقف، لا جبت جون قبل كده للزمالك ولا بتصنع جون ولا انت، يعني نادي الزمالك محتاج لعيبه تعمل يعني فارق. تعمل فارق، دي حقيقه يعني. دي حقيقه. انا والله بقول الكلام ده بعيد عن اهلاويتي، انا بتكلم صح، لان شايف نادي الزمالك على قد ما هو سهل يكسب المباراه، سهل جدا يخسر من اي فرقه في الدوري، وده واضح حتى في كل مباراه، حتى في مباراه شرقيه الدخان اللي هي استر نكمان كان هيخسر مباراه لولا خبره اللعيبه في الاخر كسبت. طبعا انت النهارده
لما بتعمل كده او بتعاني مع الفرق كلها من اخر الجدول لحد هتقدر تنافس، هتنافس ازاي؟ صحيح. فطبعا اللعيبه محتاجه رقم واحد، انا شايف ان اللعيبه رقم واحد محتاجه تراجع نفسها. لازم يبقى في روح، مش كل حاجه الكوره تطوعك. في مباراه زي النهارده عايزه روح اكتر من الكوره، مش موجوده غير في اتنين لعيبه في الملعب. بن شرقي برضو لازم يراجع نفسه، لازم يبقى ايجابي شويه. يعني واضح ان في حاجه يعني مخليه اللعيبه شكلها بالشكل ده. صحيح. لسه مكملين هذا الحوار الممتع جدا كالعاده مع الكابتن الكبير كابتن احمد كشري. بعد هذا الفاصل نواصل ان شاء الله. يا اهلا بحضراتكم مره اخرى، لسه مشرفني ومنورني النجم الكبير كابتن احمد كشري. طيب كابتن احمد، عايز اخدك شويه للنادي الاهلي. بدايه كده، ايه رايك في الموقف بتاع المباراه النهائيه وملعب المباراه في المغرب والتفاصيل دي؟ اكيد عشتها وعشت ما يعيشه النادي الاهلي بكل تاكيد، رايك ايه؟ لا طبعا النادي الاهلي مظلوم في القصه دي، ويعني الاتحاد الافريقي ظالم النادي الاهلي ايا كان الخطا بقى من اتحاد الكوره او منهم هم، لكن انك تلعب المباراه النهائيه وتحددها في وقت قبل المباراه بوقت قليل جدا، لا انت كده بتوجه البطوله لفرقه بعينها. وبعدين ده مش اول بطوله تلعب، السنه اللي فاتت لعبت في المغرب والكونفدراليه في المغرب. ايه حكايه يعني؟ صح. هو ليه يعني التركيز على ان المغرب اللي تلعب فيها البطوله، رغم ان المغرب طبعا كشعب وكجمهور حاجه وكملاعب وكل شيء بحبهم واحنا بنحبهم جدا، بس طبعا. يعني ليه الاصرار؟ هي بصراحه، واحنا اكدنا على ده اكتر من مره، والاهلي كمان اكد على ده في بيانه اول امبارح، انه لا المغرب ولا النادي الوداد ولا لا مالهمش علاقه، انت مشكلتك مع الكاف بالظبط. وقلنا بصراحه انه حتى لو المباراه دي كانت اقيمت في القاهره كان هيبقى ظلم للوداد. للوداد يعني هي العب في ارض محايده، وانت قلت ككاف ان انا هلعب المباراه النهائيه لدوري ابطال افريقيا في ارض محايده بالظبط. فطبعا لا، الاهلي يعني مظلوم فيها، وانا شايف ان في يعني واضحه يعني، وخاصه يعني احنا كمان قلقانين من مين الحكم اللي ممكن يجي، واحنا خايفين الحكم اللي بعينه الاهلي ادى اشاره النهارده. يعني ادى اشاره النهارده قال ايه؟ بلاش الحكم اللي في فرق بتشتكيه. طب يقصد بكاري جسام، عشان لسه بكاري جسام بتقدم ضده شكوى من نادي ليبي. فاصل بكاري جسام ده تحديدا لو حكم المباراه تبقى خلصت مشكله. انت شفت احنا قبليها في ماتش الكاميرون كنا قلقانين منه، ومصر كلها بتقول مش عايزين ده، جابوه. فتحس ان فعلا في تصيد يعني للفرق المصريه من الكاف، ما اعرفش العلاقه مالها. ده الاتحاد الافريقي هنا في مصر. يعني عندنا يعني بصراحه انا حاسس ان انا مش عايزه عشان يبقى هنا في مصر وغير مصر يديني انا حاجه زياده. يا سيدي لا، خليك عادل بس. طبعا. خليك عادل. انا بقول كده يعني انت في مصر على الاقل اديني حقي. اديني حقي انا، ما قلتلكش اديني اكتر من حق الجميع. يعني لا، انا شايف النادي الاهلي للامانه يعني الاتحاد الافريقي ظلمه جدا في الموضوع ده، ومن حق النادي الاهلي انه يلعب في ارض محايده، وان هو يبقى المباراه النهائيه فير، تبقى 50-50 بينهم، وتبقى الامور فيها شفافيه. لكن ده يعني القرار اللي طلع ده ظلم كبير للنادي الاهلي. لكن انا بقول برضو فرقة النادي الاهلي للامانة فريق النادي الاهلي اقوى من الوداد، رغم ان فرقة الوداد فرقة محترمة، وعارفين ان جمهورها جمهور يعني قوي وشرس. لكن انا شايف ان شاء الله، باذن الله ان شاء الله، النادي الاهلي يقدر ان هو يكسبهم في ملعبهم، خاصة ان الوداد في اخر كام ماتش في ملعبه ما بيكسبش، وخبرة ولعبة النادي الاهلي ان شاء الله تحسمها باذن الله النهائي. واتمنى برضو ان النادي الاهلي يبقى في اليوم ده مش ناقصه لعيبه، لان الاهلي اكتر فريق السنه دي يعني زي السنه اللي فاتت بيشارك في كل البطولات. صح. والنهارده عنده اصابات، ده عنده مباراه البنك الاهلي، عنده فرقه كامله مش موجوده، فرقه اساسيه. وده بالمناسبه كويس حضرتك ان انت خدتني النقطه دي، عشان كنت هكلمك على الاداء الفني للنادي الاهلي. بكره الاهلي ثلاثي الوسط ديانج وعمرو سرع وحمدي فتحي مش موجودين الثلاثه، والاهلي الفترات اللي فاتت كلها افضليته كانت في الثلاثه دول او اثنين منه، يعني هم اللي بيظبطوا له اللعب كله. بكره الاهلي هيتاثر بنسبه كبيره ولا هيقدر يعوضهم؟ لا اكيد هيتاثر، خلينا نكون واقعيين. انت بتتكلمش في لعيبه، احنا بنقول طارق حامد في الزمالك مخلي فرقه الزمالك الشكل مش كويس. صح. فبالك بقى الثلاثه اللي في نص الملعب اللي هم اهم يعني الارتكاز بتاع اللعيبه، او معنى صح اللي ماسكين نص الملعب. صح. لا انت بتتكلم في نص ملعب الاهلي، اي فرقه تتمنى تلعب الاهلي بدون الثلاث لعيبه دي؟ يعني لما بتعرف ان ديانج مش موجود
بتفرح آه. او السوليه آه. او حمدي فتحي فبالك بقى فبالك لما يبقوا الثلاثه مش موجودين لا صح. يعني دي مشكله طبعا. النادي الاهلي بيعاني لان المباريات ورا بعض الاهلي بيلعب في كل البطولات بيلعب في البطوله الافريقيه وبيلعب في الدوري وبيلعب في الكاس وبعدين يعني لازم الناس تعذر عشان كده النادي الاهلي الفتره اللي فاتت مفيش اداء جمهور الاهلي يعني ما بيحبش يكسبه بس بيحب الفرقه بشكلها كويس صح. وفي اداء فمعذورين اللعيبه معذوره والجهاز الفني معذور لكن لعيبه النادي الاهلي احنا بنقول خبراتها يمكن تكون المباريات دي فرصه للعيبه ان هي تظهر تخش مع يعني اللعيبه اللي بتلعب دي ووجهه نظري المتواضعه انا لو في الموقف ده ابدا ادي الناشئين بتوع النادي الاهلي اديهم لو ما كانوش هياخدوا في فرصه في الاوقات دي مش هيلاقوا فرصه احسن من كده وانا عارف ان لعيبه الاهلي حتى الناشئين ظهروا كويس جدا في كاس الرابطه صح ويلعب النادي الاهلي حتى لو الاهلي مش هيكسب وجهه نظري انا ممكن اكسب لي 2 3 لعيبه للمستقبل يفرقوا معايا فاتمنى ان موسيماني ان هو يدفع بالناشئين فرصه وريح لعيبتك لان انت عندك مهمه كبيره الدوري لسه طويل وان شاء الله النهارده يعني عمل كده يورجن كلوب هو ما لعبش الناشئين بس لعب الفرقه الثانيه كلها بالظبط لعب الفرقه الثانيه كلها رغم ان الدوري ايه ده الدوري مولع يعني لو النهارده كان خسر كان الدوري خلص طيب هو في فرقه سهله في الدوري الانجليزي لا طبعا ساوثامبتون دي فرقه قليله لا طبعا يعني النهارده وسجلت في ليفربول الاول كمان النهارده ومقعد مين بقى كل اللعيبه صلاح وفان دايك وساديو ماني ودياز و صح. فرقه كلها كل وفابينيو وهندرسون وكل اللعيبه كل اللعيبه يعني فتخيل بقى واحد بيلعب على بطوله الدوري اهو ممكن تتحسم ومريح فرقته بالكامل وبيلعب في فرقه ثانيه فانا عشان كده بقول الاهلي يلعب يدي الناشئين ايه المشكله المشكله جمهور الاهلي مش هيزعل على فكره لو انت حتى خسرت المباراه بس كسبت لك 2 لعيبه ولا 3 لعيبه كويسين ايه المشكله انا عايز لعيبه تشيل مع اللعيبه دي لان الاهلي عليه حمل عالي الاهلي بيلعب كتير وبيسافر كتير وبيلعب مباريات مضغوطه فبالتالي انا وجهه نظري لا ده الوقت اللي انت تدي للعيبه الصغيره في وسط اللعيبه اللي موجوده حتى لو هيغلط ما فيش لعيب يعني بيركب او بيوصل الا لما بيغلط ايه المشكله صحيح. بس مباراه الاهلي يخرج منها يعني كسب له على الاقل لعيب او 2 لعيبه صحيح فدي فرصه كويسه من وجهه نظر الموسيماني ان يدوا الاولاد الصغيرين ودي هتفرق كتير مع النادي الاهلي الفتره الجايه المباريات يعني اتمنى ان هو يعمل كده موسيماني صحيح كابتن احمد دايما مشرف ودايما منور ودايما الوقت معاك بيجري زي الصاروخ انا بشكرك شكرا جزيلا حبيبي يا كريم اشكرك انا اللي سعيد ان انا معاك واشكرك على اللقاء الجميل شكرا جزيلا كابتن احمد كابتن الكبير كابتن احمد كشري كان ضيفنا في هذه الفقره بعد الفاصل هيكون معانا اسلام سامي واحمد مصطفى نتكلم معاهم كمان عن الكوره وقبل كده هنروح لتقرير عن افتتاح بطوله العالم للسكواش المقامه حاليا تحت رعايه وزاره الشباب والرياضه ووزاره السياحه والاثار بالمتحف القومي للحضاره المصريه في القاهره البطولة تعد واحدة من أكثر البطولات العالمية في تاريخ الاسكواش وتقام بمشاركة 128 من لاعبي الاسكواش بالعالم من السيدات والرجال بمجموع جوائز مالية تبلغ 1.10 مليون دولار نشوف التقرير وبعد الفاصل نستقبل ضيوفنا خليكم معنا طبعا البطولة دي أكبر بطولة في العالم 128 لعيب من 27 دولة كل قارات العالم موجودة من اليابان موجودة الصين موجودة نيوزيلندا واستراليا أمريكا كندا أوروبا كلها أفريقيا وجنوب أفريقيا آسيا الهند ماليزيا باكستان العالم كله موجود هنا العالم كله متجمع دلوقتي عشان البطولة دي الفينيو اللي احنا شايفينه ده فينيو غير طبيعي مش مكان طبيعي لإقامة بطولة عالم وفعلا حاجة تفرح وحاجة تشرف كل مصري البطولة دي أكبر بطولة بتتعمل في تاريخ الاسكواش من حيث الجوائز المالية ومن حيث عدد اللاعبين ويمكن الحاجة المميزة برضو في البطولة ان احنا بتقام البطولة جوه متحف الحضارات ودي يمكن أول مرة يبقى فيه بطولة عالم سكواش أو أي حدث رياضي جوه متحف النهارده اختارنا متحف الحضارات واحنا حقيقة فخورين جدا بالمكان وكل لعيبة جت الأجانب والوفود الأجنبية جم يتفرجوا وحقيقة مش مصدقين المنظر اللي هم شافوه وربنا يعديه على خير إن شاء الله وتطلع بشكل يليق بمصر إن شاء الله يعني والله استعدينا البطولة على أعلى مستوى دور 16 هو إن شاء الله كلها كام ماتش ونحقق البطولة المصرية إن شاء الله وكل لعيب طبعا مصري مستعد إن هو يبذل أصر جهده في البطولة دي أداء يعني في المتحف ودعم الجمهور هيبقى دي
يا اهلا بحضراتكم مره اخرى. الكلام في الكوره مستمر. خساره الزمالك اليوم امام طلائع الجيش وكلام عن الدوري الانجليزي واللي بيحصل فيه، وبالتاكيد الكلام مستمر عن النادي الاهلي حتى الوصول باذن الله لموعد المباراه النهائي بدوري ابطال افريقيا. شرفني وينورني في هذه الفقره اثنين من الاصدقاء الاعزاء اسلام سامي واحمد مصطفى. اسلام مشرف ومنور كالعاده، بس دايما بتواجدك حبيبي. ربنا يخليك، انا بتبسط معاك على طول. اخبارك ايه؟ كله زي الفل، كله كويس الحمد لله. ايضا احمد مصطفى، احمد مشرف ومنور، سعيد ان احنا مع بعض الاول. حبيبي ربنا يخليك، وانا مبسوط جدا انا معاك. اخبارك ايه؟ كله كويس تمام الحمد لله. طيب سلوم، اكيد هتكلم معاك بدايه عن خساره الزمالك اليوم امام طلائع الجيش، او بمعنى الطف فوز طلائع الجيش على نادي الزمالك، عشان طلائع الجيش بصراحه مع الكابتن طارق العشري عمل مباراه تكتيكيه محترمه جدا، ولازم ياخد حقه هو وكل اللاعبين اللي لعبوا مع طلائع الجيش النهارده. دي حقيقه. بس كريم خلينا نقول ان يعني انا هبدا من حيث ما انت انتهيت. كابتن طارق العشري من يوم ما تولى قياده طلائع الجيش ما خسرش غير ماتش واحد، اول ماتش ليه. مجموعه من النتائج الايجابيه جدا، تعادل مع النادي الاهلي، فوز النهارده على الزمالك. حقيقه اداء عظيم من كابتن طارق العشري. فريق بيعمل جيم حلو ومعروف للكل. كابتن طارق العشري عنده استراتيجيه واضحه ومعروفه لينا كلنا من قبل ما الجيم بيبدا. الموضوع مش على سبيل المقارنه، دييجو سيميوني مع اتلتيكو مدريد كلنا عارفين ان المدرب عنده صبغه دفاعيه، بيدير الدفاع كويس جدا. كابتن طارق بيعمل كده، كابتن طارق بيقسم الجيم كويس جدا، بيبدا يلعب قدام الزمالك او الاهلي ان انا هبدا اضغط، هبدا احاول اشتبك اول نص ساعه، اول 45 دقيقه بكتير قوي، وبعدين ابدا ارجع ادافع وخلاص انا كده مرضي، وهشتغل على التحولات الهجوميه. وفعلا في ماتش الاهلي في الدقيقه 88 فيكتوري راح انفرد، صح، عدى من الشناوي وحط الكره بره. نفس اللعيب النهارده في هجمه مرتده فيكتوري استغل خطا من محمد عبد الغني وراح سجل، وبعدين كابتن طارق قام قالب طريقه اللعب ل 5-4-1 او زي ما بتقول 6-3-1، وقفل الدنيا على كده على الزمالك من الاجناب ومن عمق الملعب. كابتن طارق قادر يستغل ان عنده اثنين مهمين جدا في نص الملعب، عمرو السيسي ومهند لاشين، اثنين لعيبه من اهم اثنين لعيبه نص ملعب منتخب في الفتره الحاليه في الدوري، ومنهم مهند اللي كان في منتخب مصر. فبالتالي فريق منظم، فريق عارف هو بيعمل ايه. ممكن تكون طريقه اللعب دي لناس كتير جدا من اللي بيحبوا الكوره مش ممتعه، ولكن بالنسبه للكل كابتن طارق عاشي عنده استراتيجيه، عنده اسلوب، عنده طريقه تحترم بيجدها جدا. وبيطلع اما يطلع من الزمالك والاهلي في ماتشين باربع نقط، يبقى كابتن طارق العاشي بصراحه عامل حاجه عظيمه بنحييه كلنا عليها. طيب الزمالك النهارده للمباراه الثانيه على التوالي يا احمد، ما تقدرش تقول ان الزمالك النهارده خسر لسوء الحظ، خسر لاداء تحكيمي كان فيه بعض الاخطاء ضد نادي الزمالك. الزمالك النهارده خسر عن كل استحقاق وجدارة. المباراة الماضية أمام إنبي كان عن كل استحقاق وجدارة، يعني ما تقدرش تقول الزمالك عنده أي مبرر للخسارتين. رأيك إيه؟ دي حقيقة طبعا. أنا شايف أن نادي الزمالك النهاردة يستحق الخسارة، ما قدمش أي حاجة تستحق أنه هو يكسب أو حتى أنه هو يتعادل. وطبعا السبب الأول في الخسارة هو طبعا مستر فيريرا، طبعا بداية من التشكيل الخطأ جدا أنه هو لعب عبدالله جمعة كجناح أيسر، وطبعا فقد من حل من الحلول عنده ان هو ابو الفتوح، طبعا ان هو قفل على ابو الفتوح، فبقت الجبهه الشمال طول ال 45 دقيقه مش موجوده تماما. ولما حب حتى يعدل طريقه اللعب في الشوط الثاني وبدا يغير بقى اشرف بن شرقي، واحنا ما بنعرفش اصلا اسباب يعني غياب بن شرقي، وهو كان بيعاقب نادي الزمالك او بيعاقب اشرف بن شرقي، وبدا ينزل كان ضاع شوط بحاله. وده طبعا بالنسبه للكابتن طارق العشري ان هو بيستهلك الوقت، عشان عارف ان المنافس سواء نادي الاهلي او نادي الزمالك بيندفع في الشوط الثاني اكتر، صح، وبيلعب على الهدف. وده علي الفيل قاله لي نصا، قال لي انه الكابتن طارق العشري كان عايز الوقت يتحرك، وهيبدا اول ما الزمالك يفتح ويضغط هيبدا يعمل هجمات مرتده. بالظبط كده، هو نادي الزمالك بالظبط بدا المباراه من الشوط الثاني، بدا من الشوط الثاني، وحتى التغييرات اللي هو عملها مستر فيريرا يعني كمان ساعدت كابتن طارق العشري في ان هو كمان يجيب الهدف اللي هو كان اصلا رسم السيناريو ليه. يعني حتى بالتغييرات عمل تغيير غريب جدا فاجئ حتى بتاع ايمن حفني، يعني تغيير غريب قوي ان هو بتجيب لعيب بعيد خالص. اعتقد هو فاجئ ايمن حفني، هو فاجئ ايمن حفني فعلا، صح، فاجئ ايمن حفني طبعا، لان انت اصلا متعادل وبدات التغيير كمان بدري، وانت بتخرج اللعيب الوحيد اللي بيخبط او بيصارع مع الدفاع، هو بيلعب اصلا باربعه في خط ده وبيلعب بخمسه في نص الملعب، فانت عايز لعيب قوي اللي هو عمر السعيد ايا كان موفق مش موفق، بس انت ما عندكش البديل اللي هو يقدر يخبط مع مدافعين نادي طلائع الجيش في التكتل الدفاعي، فانت هتنزل اكيد المهاجم الثاني اللي هو سيف الدين الجزيري، فالطبيعي بتنزله بجوار عمر السعيد عشان تكسر التكتلات دي، صحيح. انما انت بتعمل تغيير وبتبوظه بخروج عمر السعيد وتنزل ايمن حفني اللي هو المباراه كلها بدنيا وسرعه وكل حاجه، ولعيب جاي من بعيد قوي حتى من حيث نزل احنا ما حسيناش ان هو نزل. فده طبعا كان خطا كبير، ومن هنا بدا طبعا يفضي الملعب ان هو خرج اللعيب الوحيد بيلعب رقم 6 هو رؤى، وخلى امام عاشور اصلا مش لاعب رقم 6 تماما،
ففي لحظه طبعا اللي هو كابتن طارق عاشور بيعملها ودي من الاسباب اللي هو سايب احمد سمير عشان راح بدا طبعا الجون اللي جابه فيكتور في الدقيقه تقريبا 75 وهو ده المخطط اللي كابتن طارق عاشور بيعتمد على الاندفاع الهجومي بتاع وكان مستني اللقطه ديت وجاب الجون اللي هو عايزه. من الحاجات الملاحظه جدا يا اسلام النهارده انه اعتماد على عرضيات كثيره تحديدا لما نزل حازم امام اضطرارين عمل عرضيات كثيره بس مش كلها كانت ناجحه مش كلها وصلت لمهاجمي نادي الزمالك وقدر دفاع طلائع الجيش شتت معظمها. ما حسيتش بتألق النهارده او مش بتألق اجاده سوى من زيزو شويه امام عاشور شويه الباقي تقريبا ما كانش موجود يعني ما فيش لاعب في الزمالك النهارده ممكن تقول ان هو كان منور او عامل اداء حتى في روح كويس. بص خلينا نتفق ان غالبا انت ممكن تسال اي حد بيتابع كوره الفتره الاخيره مين نجم الزمالك في كل ماتش هيقول لك زيزو صح. فغالبا زيزو بعد كل ماتش سواء الزمالك بيلعب كويس كفريق او وحش هتلاقي زيزو هو الحاجه الوحيده المضيئه في فريق الزمالك او اكتر واحد عليه سبوت ومنور. الحاجه الثانيه زي ما انت قلت حازم امام ودي حاجه من الحاجات اللي بنضيفها على كلام احمد فريرا مدي حمد المسلوسي فتره كبيره جدا رغم تدهور كبير جدا في مستواه دفاعيا وهجوميا وما بيديش لحازم امام. النهارده حازم امام لعب اضطراريا لما اتصاب حمد المسلوسي بدا شفنا ان حازم امام مختلف مع كامل احترامي لحمد المسلوسي بس حازم برده كورته الهجوميه احسن بكتير حازم عنده حلول حازم يقدر يراوغ يخش لجوه حازم اسرع فبالتالي حازم كويس. حازم بالمناسبه عمل 12 عرضيه منهم 2 صح ومنهم زي ما انت قلت 10 غلط فدي اول حاجه. الحاجه الثانيه احمد قال نقطه مهمه حازم بدا ينزل يرفع حمزه عمر السعيد بره سيف الجزيري بيتحرك لبره لدرجه ان في كوره اتلعبت ايمن حفني نط غياب الكوره ايمن حفني الزمالك استخدمه كلاعب رقم 8 النهارده كان ينزل يستلم الكوره من عند الوينش ومطالب وهو بقاله سنه ما بيلعبش كوره ان هو يروح يكمل فمستحيل يقدر يعمل كده. بقيه الفريق بعيد كل البعد عن مستواه حتى امام عاشور النهارده لعيب رقم 8 بيكمل هو فريرا اختار الماتش الثاني على التوالي انه يطلع محمد اشرف رؤى رغم ان هو الوحيد اللي موجود النهارده كلاعب رقم 6 ومفيش طارق حامد ورجع امام خطوتين ورا. رجوع امام خطوتين ورا بيبعده كريم كل يعني خلاص الراجل مطالب ان هو ياخد الكره ويعدي 30 40 يارده قدام عشان يكسر خطوط طلائع الجيش المتكتل بخمس مدافعين في نص الملعب ويروح يحاول يسدد وكمان امام كان مستعجل زمالك ولا فتح عرض الملعب فبالتالي مش قادر يروح. خلينا نتفق ان احمد فتوح بتاع منتخب مصر مش هو احمد فتوح بتاع الزمالك وينش منتخب مصر مش وينش الزمالك ابو جبل منتخب مصر مش ابو جبل الزمالك الوحيد اللي محافظ على مستواه من الدوليين هو زيزو. فالزمالك عنده مشاكل على مستويين مشكله فريرا انا وجهه نظري من الماتش اللي فات كابتن حلمي طولان قدر مع امبي بالضغط العالي يعطل الزمالك في طلوع الكوره كابتن طارق العاش الشوط الاول عمل كده النهارده خمس مدافعين كابتن حلمي طولان قفل الدنيا على الزمالك واطرافه عمق النهارده كابتن طارق العاش بعد ما سجل جون في الدقيقه 72 قام نزل خالد سطوحي في الدقيقه 75 وقام مدافع 6-3-1 فالزمالك ما بقوش عنده غير حل فردي انا كاشرف بن شرقي احاول ارقص والعب بالعرض زيزو هتجي لي كوره احاول اشوط لكن هل انت النهارده شفت ستراكشر معين الزمالك بيبدا لا. منه الهجمه طريقه لعبه معينه ما حصلش. طيب من النقط المهمه يا احمد لما بشوف فرق اوروبيه وفرق عالميه يلعب مع فرقه متكتله دفاعيا كل الفرق الكبيره في العالم بتلعب مع فرق غالبا بتتكتل دفاعيا في 80,000 طريقه تفكك الدفاع ده يعني ما تسيبهوش صلب وتحاول تخترقه وهو صلب كده انت لازم تفككه لازم تفرقه ده ما شفتوش من الزمالك النهارده خالص يعني انت بتحاول برضو يعني في 6 لاعبين واقفين جوه منطقه الجزاء بالعرض وانت بتدي عرضيات ما هو مش هتيجي مش هتعمل لازم تفككهم الاول واعمل عرضياتك جمل في جمل على الاقل هي ما هي ما اقصد بالتفكيك ده بقى الجمل اللي انت ممكن المفروض تشرحها لك هي المفروض تعمل انا زي. عايز اقول ان مشكله مستر فيرير ان هو كمان فضل مصمم ان هو يعمل جبهات وبدا مره واحده زيزو كان بيلعب بدا جناح يمين ومره واحده لقينا زيزو بيلعب ناحيه الشمال شويه بقى زيزو دخل في نص الملعب فكل واحد في الملعب بقى تايه فهو انت دلوقتي لازم عشان تبدا تكسر التكتلات الدفاعيه دي لازم يبقى في جمله ولازم كل واحد يكون بيلعب في مركزه فتحس ان في جمله معموله بحيث ان انت الفرق الكبيره اللي هي زي نادي طلائع الجيش مع احترامي طبعا نادي طلائع الجيش او حتى زي ما اسلام شبه اتلتيكو مدريد بيستمتعوا قدام الفرق الكبيره لان هم بيلاقوا نفسهم في ان هم يقدروا يدافعوا والفرق الكبيره بتفضل تهاجم ويقدروا هنا المتعه بتاعتهم فبيبقى سهل بالنسبه لهم ان هم يهاجموا يدافعوا قدام الفرق الكبيره احسن ما فرق صغيره يقدروا يدافعوا قدامهم فالتكتلات ديت ما تكسرش غير ان انت على الاقل حاجه تبدا باثنين مهاجمين لما كان بدا عمر السعيد الشوط الاولاني يخلص تعادل كان لازم تنزل مهاجم تاني وتبدا تخلي زيزو في مركزه زيزو في نهايه الشوط الثاني في اخر ثلث ساعه لعب في ثلاث مراكز
لعب رقم 10 ولعب ناحيه الشمال ومره واحده خلينا زي برده في قلب الملعب ناحيه اليمين فدخل برده رقم 8 فدي كانت مشكله كبيره ان كل لاعب في الملعب مش عارف هو فين. نادي الزمالك مفنش المباراه اعتقد مستر فيلا نفسه ما كانش عارف مين كان بيلعب فين في اخر المباراه. طيب من الحاجات الملاحظه برده اسلام النهارده ونجم بقاله فتره بعيد جدا صح. بيشارك اسلام جابر اللي كان بيشارك ما شاركش ايمن حفني اللي المفروض حتى لو هتستخدمه تديله مثلا 5 أو 6 دقائق في اخر المباراه ربع ساعه ماكسيمم نزلته في الدقيقه تقريبا 56 وتلعبه كمان في نص الملعب فمحتاج مجهود بدني كبير جدا. تغييرات النهارده فيريرا كلها كان عليها علامه استفهام او معظمها كان عليها استفهام يمكن التغييره الوحيده اللي ممكن نقول كانت موافقه للاضطراريه بالظبط بتاعت حازم بالظبط دي التغييره اللي بقالها المفروض ماتشات كتير تحصل وما حصلتش فما اتصاب الراجل النهارده حازم لعب. هقول لك كمان عبد الله جمعه بقاله كتير جدا ما بيلعبش فالنهارده لعب ولعب على وينج ليفت او جناح شمال وهي مش بيلعبه وعبد الله بيلعب ده مع رجله العكسيه صح. فانت بتحطه النهارده يقفل على فتوح فدي غلطه. حاجه كمان فين محمد عبد الشافي؟ محمد شافي سليم ما يقال يعني سليم. في القائمه لما بتنزل بيتم استبعاد فني محمد عبد الشافي غير متواجد. طيب انت ليه يعني الزمالك عنده مشكله في القائمه كريم زي ما احنا عارفين مشكله ايقاف القيد وكده فبالتالي عنده لعيبه مربوط كان من اول سيزون بلعيبه معينه وعنده لعيبه مشيت فبالتالي انت لازم تدير القائمه بتاعتك كويس بمعنى غياب طارق حامد في ماتش بيأثر على الزمالك غياب زيزو ماتش يأثر على الزمالك امام عاشور فلازم يكون عندي استقرار. مين اللعيب الوحيد اللي في نص الملعب اقدر استخدمه؟ رؤى بيلعبه 45 دقيقه ويطلعه. بعدين فجاه النهارده اسلام جابر الماتش اللي فات متواجد كجناح شمال النهارده اسلام مش موجود عشان عبد الله يومي هيلعب ومع اشرف بن شرقي. انا وجهه نظري ان اشرف في اسوا حالاته لازم يبدا اساسي في الزمالك لان اشرف مازال عنده الحل طول الوقت هو بيغير تغييرات مختلفه وانا ما بشوفش ان ده روتيشن لان الزمالك اخر ماتش لعبه الاسبوع اللي فات يوم الثلاث فالزمالك خلال اسبوع بيلعب ماتش واحد ولا الفريق مجهد ولا الفريق تعبان ولا الفريق حاجه فانا اعتقد ده سوء اداره للقائمه من قبل اشرف بن شرقي من قبل فيريرا زائد المشاكل الكبيره اللي عند لعيبه الزمالك في المستوى الفردي. مش مقبول من وجهه نظر لعيبه كبيره جدا زي لعيبه الزمالك يبقى عنده ميس باس لعيب جنبه يحط الكره غلط عنده مشكله في الاستلام والتسلم اللعيبه مش عارف الكره بتعدي من تحت رجليها مشكله عامه بصراحه بس الزمالك بقت مشكله واسعه اذا مشكله كبيره حتى في الانتشار داخل الملعب النهارده لما تلاقي مثلا اشرف بن شرقي وفتوح بيحاولوا يعملوا جبهه ناحيه اليمين فتلاقي 2 على 4 من طلائع الجيش مفيش حد بيقرب لان الفريق اتفكك. مش منطقي ابدا اشوف يعني ايمن حفني بيستلم الكوره في نص ملعب الزمالك بياخد الكره وزي ما انت بتقول ايمن حفني اخر مره لعب اعتقد كان ماتش البنك الاهلي اللي هو ماتش الفاينل بتاع الدوري كان الزمالك حسم الدوري وكان ايمن احنا عارفين جاي 6 شهور وهيعتزل بعدين الزمالك قعد فايمن بعيد ايمن بعيد قدام فريق اصلا مساحاته مقفله قوي جدا في نص ملعبه عنيف فصعب انا شايف التغييرات الكتير وسوء توزيع استخدام القائمه صح. طيب احمد عايز اخدك في نقطه ثانيه النهارده ليفربول لعب مباراه قدام ساوثهامبتون يورجن كلوب غير 9 لاعبين من لعبوا مباراه تشيلسي الفاينل كاس الاتحاد ريسك كبير مخاطره كبيره ومخاطره في لعبه كانت غصب عنه وساوثهامبتون كمان طبعا في فان دايك وصلاح كانوا غصب عنه بس الباقي كله غيره يعني قال لك فان دايك وصلاح طب خدوا بقى الباقي كمان مش ملعب يعني مش لاعب ماني ولا دياز ولا تياجو ولا فابينيو ولا هندرسون ولا هلاعب اي حد خلاص هتلعبوا بدول ولا بيرسون طبعا ولا ارنولد فالنهارده كسب المباراه. عجبني انا الحكايه دي ان انت كمدرب تبقى واثق في لعيبتك لدرجه انك تغير احنا دايما لما بنقول ايه انت ما ينفعش تغير 3-4-5 لعيبه مع بعض انت لازم تخسر وملاش روتيشن 9 لعيبه منهم مثلا واحد زي مينامينو ده لعب 86 دقيقه الموسم كله يعني 10 مباريات لعب 86 يعني لعب 8 دقائق في كل ماتش يعني في 10 مباريات وجاب الهدف الاول. احكي لي شفت الموضوع ده ازاي عشان اتكلمت انا كتير في القصه. هو يورجن كلوب بيثق في لعيبته كلها تماما يعني هو السكواد كله هو بيثق فيه طبعا عنده لعيبه مهمه جدا زي صلاح وزي ساديو ماني وزي طبعا فان دايك في لعيبه كده اللي هي يعني عامل مؤثره ما ينفعش يعني دي بالنسبه له الاعمده اللي ما ينفعش بيغير حتى حواليها دايما دي مثلا بيفاجئنا وجودها مثلا في لويس دياز مثلا طبعا ودي من اهم الصفقات اللي انا شايف ان عملها ليفربول طبعا صفقه كبيره جدا يعني فهو عنده ثقه كبيره جدا في المجموعه ودي طبعا برضو على فكره يورجن كلوب وبرضو جوارديولا في نفس الثقه دي ليه مره فاجئنا مثلا في ماتش مره واحده ممكن يغير 4-5 لعيبه حتى لو ماتش بالنسبه له مهم جدا مش ساوثهامبتون لا ممكن مثلا بيلعب نهائي يتلاقي فجاه ب4-5 لعيبه جداد عادي هو عنده الحته دي فكلوب هو واثق في المجموعه كلها فالنهارده بيلعب الحسبه بالنسبه له ان انا المجازفه ان هو يلعب بمجموعه ممكن بثق فيها اقل من امكانيات بس اكبر المجازفه ان واحد زي ساديو ماني يتصاب صح. حد لعيب تاني بالنسبه له صح. عنده مع احترامي للدوري الانجليزي هو مش اقرب ليه من دوري ابطال اوروبا صح الدوري الانجليزي
الى حد ما بعيد شويه. لا بتعتمد مش مش في رجلي مش بتعتمد على مش بقدمك انت. برافو عليك. انما الدوري بتاع اوروبا لا ده بقدمك انت انت تقدر تكسب فتحافظ على اقدامك. حافظ على اقدامك. هو خسر في النهائي في ماتش تشيلسي اثنين لعيبه ما كانش عامل حسابهم صح. فكان ساعتها لو خسر كمان الماتش كان هيبقى خسر وجازف ان هو لعب باللعيبه ديت. فالحسبه بالنسبه له كان ان هو ما يجازفش باللعيبه ما يخسرش اللعيبه النهائي دوري ابطال اوروبا طبعا هو بيحلم بيه لان هو مهم 100%. ليفربول مانشستر سيتي واحد عنده ولفرهامبتون اللي هو ليفربول واحد مانشستر سيتي عنده استون فيلا. حاسس انه هيحصل دراما. عايز انا السكريبت ده هموت سكريبت رهيب. بص كل المؤشرات تقول هيحصل دراما. جيرارد كمان عامل 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 سسبنس في الموضوع. عامل سسبنس. داني انجز كوتينيو ايوه يعني يعني ايه هيحنوا هيعملوا حاجه سكريبت فعلا. يعني ليفربول النهارده بتسع لعيبه قاعدين خسران 1-0 جاب جونين. الجون الثاني الكره خبطه في راس ماتيب فراح راحت فتحس محرز بيضيع ضربه جزاء الفوز بتاع ويست هام يعني في وانفراد انطونيو بعديها بترد صورة. ففي حاجه بتحصل هتمد الاثاره ليوم الحد يعني ما اعرفش. انا توقعي الشخصي ان انا شايف ان مانشستر سيتي هيخلص. مانشستر سيتي مش يعني هينزل. بص اللعب كله ان مانشستر سيتي بيتوتروا جدا وبعدين هم عندهم حاليا مليون في المية ثقتهم اتهزت بعد ماتش ويست هام. هو نازل النهارده انا ما عنديش حل تاني. انا اي نتيجه غير المكسب الموسم كله راح. والناحيه الثانيه ليفربول خلاص بيلعب على الامل الاخير. كلوب زي ما انت قلت ريح لعيبته النهارده لان هو انا بشوف انه عمل صح مليون في المية. النتيجه جت كمان في صالحه. هو اولويات اولويتي ايه احمد قال لي الكره في رجلي فانا تمام. طب هيريح في الماتش الجاي اعتقد لا اعتقد لا هيبدا يدخل بقى لعيبه خلاص مفيش مجازفه اللي انت ممكن هنا بقى ممكن ان السيتي يخسر. انت متخيل السيتي تعادل وهو تعادل مثلا هو ممكن اوبشن موجود ان استون فيلا هو بالنسبه له ساوثهامبتون برده مش منافس قوي يعني هو اكيد مذاكر المنافس انا اعتقد لو هو الماتش بتاع ليفربول النهارده مع فريق قوي ما افتكرش ان هو كان هيجازف. انما هو النهارده برده ساوثهامبتون مش فرقه القويه اللي هو ممكن حتى بالمجموعه اللي هي يعني لكن الولفز جامدين. ولفرهامبتون طبعا عندهم خطوره يعني يعني فرقه رخمه برده يعني ممكن صح. ممكن تخطف هدف. لا وانت حط في اعتبارك كمان قصه استون فيلا ومانشستر سيتي. هو صحيح احنا عندنا امال في كل اللي انت قلته ده بس اخر 8 مباريات بين استون فيلا ومانشستر سيتي صفر تعادل لاستون فيلا صفر فوز لاستون فيلا فيعني او مانشستر سيتي اكتساح السسبنس في ان بقول لك بقى كوتينهو جيرارد كله بيقول لك يا ترى جيرارد هيعوض الدوري اللي ضيعه تشيلسي فهو كل الاجواء دي جوارديولا بيعيشها وهو استعمل فعلا حاجه حلوه جدا ان هو جوارديولا بالاخص بيتوتر لما الشوط الاولاني او الوقت بيمر ما بيجيبش جول ان هو دايما طريقه لعبه معتمده ان هو اللعبه كلها موجوده في منطقه الجزاء بحيث ان هو بيبقى راسم تقريبا سيناريو ان اقل حاجه في الشوط الاولاني 3-0 هو بيرسم كده لما بيجي السيناريو غير ما هو عايز بيجي بيخرج مثلا 0-0 تلاقيه بيبدا يتوتر. فالتوتر ده بيتنقل طبعا باين على اللعيبه بتاعته حتى هتلاقيه في تعبيرات وشه في في اللقاء كده حتى لما الفرص بتضيع فهتلاقيه حتى بيتوتر. في لقطه كده في الماتش اللي فات في الباص الغلط اللي عمله فيرتينو كان رايح ساعتها انطونيو رايح انفراد وضيعها يعني جوارديولا جايبين اللقطه قعد في الارض هو راح قبل ما يشوطها يعني اللقطه قعد في الارض خلاص الماتش خلص. خليك فاكر ان الدوري اللي فات اللي قبل اللي فات اللي مانشستر سيتي اخده من ليفربول فرق نقطه برضو كانوا رايحين اخر ماتش والاثنين مستنيين ومانشستر سيتي بدا الماتش يعني بس مخيناني الذاكره مين اللي كان بيلعب ودخل فيه جون لو تفتكر اول ربع ساعه دخل فيهم جون وبعدين كسب 3-1 اعتقد. فالسيناريوهات دي كلها موجوده في دماغ جوارديولا ولكن انا هاخد من كلام يورجن كلوب في المؤتمر امبارح ان هو الراجل اتقال ان احنا لعبنا كل 72 ساعه ماتش بقالنا مثلا ده رابع او خامس ماتش فاحنا تعبنا جدا فلازم نريح اللعيبه واحنا في نفس الوقت انا فخور بالفرقه الجمهور فخور بالفرقه احنا وصلنا لحته كويسه جدا لغايه دلوقتي واخدين بطولتين هو واصل لمرحله كريم ان هو حتى لو ودي نسبه طبيعيه جدا هو خسر الدوري فهو راضي عن الموسم لاخر نفس والجمهور راضي عن الموسم وكل اللعيبه عملت هو اللي هيبقى عنده موسم كارثي لو خسر الدوري جوارديولا بيب جوارديولا ده خسر موسم خسر في لا بتاعه دوري ابطال اوروبا دي قاتله يعني يعني بجد اي مدرب او اي حد ما يعشاش يعني تخسر في دقيقتين يخش في الجونين دي غريبه لا والدوري ما انت دي دراما بتاعت ريال مدريد دي كانت دراما الدراما الاكبر لو انت خسرت الدوري في اخر جوله وخلي بالك هي دي اللي ممكن فعلا ما اعرفش بشوف ان هي ممكن تكون حاسمه فعلا في مصيره او في عقده مع السيتي يعني كان في كلام كتير اتقال بعد ماتش الشامبيونز ليج ان هو ممكن يكون خلاص بقى ومش هيكمل او لا يعني هو في حاله انه خسر الدوري الشامبيونز ليج ورا بعض دي صعبه جدا على مانشستر سيتي صعبه جدا على خلي بالك احنا كجماهير الكوره لو انت جنبت اي انتماء ليك في اوروبا طبعا فانا بجد بزعل جدا لجوارديولا
وبفرح جدا ليورجن كلوب، بفرح لجوارديولا، بزعل ليورجن كلوب. يعني انا ببقى بين نارين كمشجع. دي مدربين كبار جدا، احسن، هو حرفيا هم احسن مدربين في العالم. يعني هو انشيلوتي وبيب جوارديولا في ناس بحسها كده في العالم مش في مصر، يعني بيشمتوا، عارف انت اللي هو ايوه. يا حد كان معايا، حد كان معايا بيقول لي اصل هو بيحب يتفلسف وبيبقى اوفر كوتشنج وبتاع. لازم تحبش عنده ثقه. مش بس كده، قلت له يعني هو لما بيتفلسف ويبقى اوفر كوتشنج ويعمل حاجات غريبه ما شفناهاش في الكوره نقول اه يا عبقري. ولما تجلي منه، لما تجلي منه بقى هو بيفتي. هو اي حد كرييتيف في العالم اي حل اي بالظبط بياخد ريسك. ما هو المتعه في الكوره اصلا الريسك، صح؟ يعني المتعه كلها في ان انت مثلا تبقى خسران 1-0 وتروح منزل اثنين مهاجمين وتعمل حاجات في الكوره كده مختلفه تنجح معاك، اطول عليك مدرب عبقري، صح؟ ولو عملت كده والماتش دخل بجون عكسي عليك، طب ايه اللي خلاك تجازف؟ عندك حق. احمد شرفت ونورت، استمتعت جدا بتواجدك معايا. اشكرك. انا مبسوط جدا يا كريم بجد، مبسوط جدا اللي كنت معاك. يعني اشكرك يا احمد اسلام كالعاده، بتبسط جدا بتواجدك معايا. ربنا يخليك يا رب. شكرا جزيلا. دي نهايه حلقتنا النهارده من رقم 10، يا رب تكونوا استمتعتوا معانا، واشوفكم يا رب على الف خير.